ثواني وهنبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبروكة وبخيت عليكم جميعا. اليوم 17 يونيو 2022. يسر ويسعدنا في مؤسسة الباحثين السودانيين إنه نستضيف الدكتور محمد الحاج في ويبينار اللي هو تعريفي دليل تعريفي أو التعريف بدليل الطاقة الشمسية في السودان، والدليل ده من إنجاز مؤسسة كلين انرجي فور افريكا اللي هو دكتور محمد الحاج المؤسس والمدير لها. دكتور محمد الحاج هو مهندس وباحث في مجال الطاقه المتجدده، عنده اكثر من 7 سنوات من الخبره في العمل في الاوساط الاكاديميه والقطاع الحكومي مؤسسات غير الربحيه. نال بكالوريوس التشرف الاولى في هندسه الميكاترونيك عام 2012 من جامعه نوتنغهام، عنده ماجستير في تكنولوجيا الطاقه 2014 من الجامعه الوطنيه في ماليزيا، وعنده دكتوراه في الطاقة المستدامة من جامعة حمد بن خليفة في قطر 2019. وكان بحث الدكتوراه بعنوان تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، دراسة تقنية واقتصادية وبيئية. وكذلك حائز على العديد من الجوائز العلمية، بما في ذلك جائزة أفضل مبادرة خضراء مستدامة عام 2018 من وزارة الطاقة والصناعة في قطر. وهو باحث رئيسي وخبير وناشر ومحرر في عدد من المجلات الدولية والمحكمة الأكثر تأثيرا في مجال الطاقة المتجدده وتحليه المياه والعلوم البيئيه. هو المساهم الرئيسي للسودان في تقرير الحاله العلميه للطاقه المتجدده رين 2021 وتقرير توقعات الطاقه الشمسيه السنوي للعام 2022 الذي نشرته جمعيه صناعه الطاقه الشمسيه في الشرق الاوسط MESIA، وهي اكبر جمعيه للطاقه الشمسيه في المنطقه العربيه. هو عضو لجنه التحكيم في جوائز الجمعيه الافريقيه لصناعه الطاقه صناعات الطاقه الشمسيه 2022. تحدث في مؤتمر الأمم المتحدة للطاقة سنة 2021، رئيس مجموعة العمل المعنية بالشباب مؤسسة RES for Africa ومقرها إيطاليا، ومهندس مشاريع الطاقة الشمسية في وزارة الطاقة بقطر، مؤسس ومحرر مشارك في المجلة الأفريقية للهندسة والتقنية، وهي دي المؤسسة المجلة بتاعت الباحثين السودانيين، وهو الزول الأساسة يعني أساسا. وكان عنده مسؤولية إدارة النشر في مؤسسة الباحثين السودانيين قبل ما يتفرغ بصورة كاملة لكلين انرجي فور افريكا. نرحب بك يا باشمهندس، ونحن فخورين بك جدا، يعني انت من النماذج المشرفة اللي نتمنى انه الشباب يحذوا حذوه، ودائما نعرف عن دليل الطاقة دليل الطاقة في السودان. تفضل يا باشمهندس. جزاك الله خير انور، يعطيك العافية. سعيد جدا انضم اليكم في الويبينار ده، وأعود مرة أخرى لمؤسسة الباحثين السودانيين. أعتقد يمكن أكثر من سنة من آخر لايف. إن شاء الله الليلة عايز أتكلم عن الدليل حق الطاقة الشمسية، اللي هو مبادرة قمت بها عبر مؤسسة كينج فور أفريكا بالتعاون مع مجموعة من المهندسين الخبراء. الهدف منها هو زيادة الوعي، ولكن بصورة مؤسسية وبصورة علمية ومنهجية عن الطاقة الشمسية في السودان، خاصة للزول السوداني البسيط، وهو طبعا المستهلك الرئيسي لتقنية الطاقة المتجددة. فقبل ما أبدأ في تعريف الدليل، عايز أعرض مرئي قصير أتكلم فيه عن مبادرة كينجي فور أفريكا. أنا بديت ليه وشو الشغل اللي إحنا بنعمله أصلا، الأهداف تاعتنا، وبعدين حتكلم شوية عن دليل الطاقة الشمسية، المحتويات بتاعته، و بعض المحاور الرئيسيه الموجوده في الدليل. ثم بعدين ان شاء الله ممكن نخلي المجال مفتوح، يمكن يعني فتره نص ساعه لاي نقاشات مفتوحه واسئله وكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كينج فور افريكا هي مبادره توعويه في الاساس، انا اسستها في جولاي 2019. الهدف الرئيسي منها هو المساهمه في دعم التحول نحو الطاقه المستدامه في السودان. والان نحن كمبادرة أكثر حاجة بنركز على موضوع الدراسات، ماركت ستاديز، الدراسات الاستشارية، الدراسات البحثية اللي بتقيم حالة السوق في السودان، وأيضا بنركز أيضا على الجانب بتاع التدريب وبناء المقدرات. على مدار آخر 3 سنوات الحمد لله قدرنا يعني
نقوم بمجموعة من الإنجازات والخطوات لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة في السودان وأيضا على مستوى أفريقيا. فنشرنا الحمد لله في الموقع حقنا أكثر من 50 مقال تقريبا، الآن وصلنا إلى 60 مقال. استضفنا مجموعة كبيرة من الخبراء في عدة ويبينارات. كان عندنا أيضا database أو مرجع تعليمي لدراسة مجال الطاقة المتجددة، يعني هو مرجع بيشرح للزول عايز يخش في الطاقة المتجددة كيف يبدأ، البرامج اللي هو ممكن يدرسها في مرحلة البكالوريوس الماجستير، الكورسات، التطوير المهني وهكذا. فده عبارة عن knowledge platform موجود في الموقع بتاعنا. كان عندنا برنامج الإرشاد، دربنا في مجموعة من المهندسين الشباب من مختلف من عدة دول في أفريقيا. عندنا أيضا برنامج مميز قمنا به في آخر سنتين عن التدريب في مجال الطاقة المتجددة خاصة في الجانب البحثي أو الريسيرش. وأيضا الحمد لله قدرنا نبني علاقات جيدة وشراكات مع عدة مؤسسات، مؤسسات بحثية، مؤسسات شركات خاصة، شركات استشارية، شركات بتنظم مؤتمرات في السودان وفي عدة دول أخرى أيضا، نيجيريا وكندا والمملكة المتحدة وغيرها. بالإضافة إن إحنا كمبادرة شبابية قدرنا الحمد لله يعني نبني علاقات مع المبادرات الشبابية اللي تشتغل على مستوى العالم في مجال دعم الطاقة المتجددة زي الـ Youth Sustainable Energy Hub. وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا برضه نبني شبكة أو كوميونيتي جيدة في منصات التواصل حوالي أكثر من 11,000 متابع، غير طبعا الزوار لموقعنا والمشتركين في النيوزلتر حقت المبادرة. كان الحمد لله من أهم إنجازاتنا في سنة 2020 وأخذنا جائزة أو تكريم من برنامج الأمم المتحدة للشباب والأطفال، أنه تم اختيارنا ضمن أفضل 98 مبادرة شبابية على مستوى العالم تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وكنا المبادرة الوحيدة بتمثل السودان في التكريم ده. وأيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني من أهم المنصات والمؤسسات اللي قدرنا نبني معاها شراكة مهمة هي مؤسسة RES for Africa أو Renewable Energy Solutions for Africa، دي مؤسسة مقرها إيطاليا بتركز على دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا عبر الدراسات والتدريب وأيضا عبر البرامج اللي ممكن تدعم الاستثمارات من الشركات الأوروبية في أفريقيا. فقبل 4 شهور تقريبا أسسوا مجموعة عمل شبابية Youth Task Force عشان توفر الاستشارات وتوجه المؤسسة كيف شنو تكون الأولويات حقتهم فيما يتعلق بإشراك الشباب وأجندة الشباب في أنشطة المؤسسة. والحمد لله تم اختياري أنا أكون رئيس المجموعة دي بالإضافة إلى عضو آخر معنا في المؤسسة. الموقع بتاعنا بدعو الناس بدعو جميع المشاهدين أنكم تزوروه greenforafrica.org، فيه مجموعة كبيرة من المقالات في جميع تقنيات الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بايوماس السياسات أوفر التكنولوجي وغيرها. وطبعا احنا مؤسسه شبابيه، يمكن انا اكون اكبر زول في التيم. معانا مجموعه من الاعضاء من كينيا، طبعا من السودان، ومن كندا، وغير ايضا مجموعه اخرى من المتطوعين وايضا الاستشاريين اللي بيدعمونا في مجموعه مختلفه من البرامج. دي نموذج سريع ايضا لبعض المؤسسات اللي احنا اشتغلنا معها على مدار اخر 3 سنوات. حاليا عندنا تقريبا 3 أنواع من الأنشطة والبرامج شغالين فيها، من أهمها البرامج اللي هي دراسات للسوق أو ماركت انتليجنس، عايزين نركز في أكثر حاجة على أنه نفهم شنو هي التحديات تضع الطاقة المتجددة في السودان وأيضا اقتراح الحلول المناسبة، غير طبعا مجموعة أيضا من المشاريع الاستشارية وأيضا بعض البرامج التدريبية سواء كانت في الجوانب المهنية أو الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي. عندنا أيضا مجموعة من المنشورات والتقارير، فعندنا تقرير لتحديات وفرص التدريب في الطاقة الشمسية نشرناه السنة الماضية، حللنا فيه بتحليل ليش المشاكل اللي بتواجه الشركات والشباب عموما الشغالين في مجال الطاقة الشمسية في السودان. عندنا طبعا الطاقة الشمسية اللي هو هنتكلم عنه الليلة. عندنا أيضا تقريرين آخرين، تقرير عن إنتاج الكهرباء الموزع أو اللامركزي أو باختصار بنسميه ديستريبيوتد جنريشن في السودان، ركزنا فيه على انه نحلل وندرس النموذج بتاع محطه الفاشر للطاقه الشمسيه اللي هو يعتبر اكبر مشروع للطاقه الشمسيه حاليا في السودان. فالدراسه دي شغالين فيها قربنا ننتهي، تقريبا خلصنا منها حوالي 60-70% باذن الله متوقعين نقدر ننشرها في شهر اغسطس من السنه دي. عندنا ايضا وايت بيبر او تقرير مختصر باذن الله المفروض ينشر من نهايه الشهر ده وبدايه الشهر القادم، بيتكلم عن اداره الطاقه وانرجي مانجمنت،
كيف التقنية دي ممكن تكون مهمة جدا وتساعد جدا الشركات خاصة المصانع والقيادة بتستهلك كمية كبيرة من الطاقة أنهم يرشدوا استهلاك الطاقة ويحققوا أهدافهم في مجال الاستدامة. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى شاركنا في تحرير قسم كامل عن السودان في تقرير Solar Outlook Report اللي هو التقرير الرسمي اللي يصدر من جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية. هي تعتبر من أكبر الجمعيات على مستوى العالم العربي في او اكبر تحالفات للشركات الخاصه في مجال الطاقه الشمسيه في العالم العربي. هنا طبعا الموقع بتاعنا والصفحات في لينكدين وفيسبوك. حاب يزور حاب يتواصل معنا ايضا عبر الايميل او ممكن ايضا عبر الواتساب. البرزنتيشن دي حتكون طبعا فيديو مسجله فممكن ترجعوا عليها في اي وقت. طيب انا الان عايز ابدا اتكلم شويه عن الدليل. سويتش من هنا للويندو الثانية فهعمل شير سكرين. اوكي طيب دليل الطاقة الشمسية للسودان هو دليل في رأيي الشخصي أنه تقريبا الدليل الأول من نوعه في السودان بيركز على تبسيط مفهوم الطاقه الشمسيه. يعني احنا دليل الفكره بتاعته انه في مجموعه كبيره جدا من الناس المستهلكين الناس المهتمين بمجال الطاقه الشمسيه عندهم يعني في فراغ في المعلومات الموثوقه بالنسبه لهم، ما عارفين بالضبط شنو الحاجات الموثوقه، شنو هي التقنيات الموثوقه، شنو هي الطرق العلميه الصحيحه انه الزول عبرها يقدر يستثمر في نظام طاقه شمسيه، وايضا بعض المفاهيم ربما المغلوطه. فحبينا نقدر نصحح المفاهيم دي وايضا نشرح بصوره علميه ومنهجيه ايش هي الطاقه الشمسيه مع التركيز على السودان. الدليل ده ما يعني ما دليل عام لاي دوله، لا ركزنا فيه بالذات على التطبيقات المناسبه للسودان، ركزنا فيه ايضا على المعلومات اللي محتاجها الزول السوداني البسيط، لانه من دراستنا للسوق حديثنا مع مجموعه كبيره من الشركات شفنا انه في بعض المشاكل الاساسيه اللي بتواجه الشركات في الطاقه الشمسيه في السودان، وايضا بتواجه العملاء المحتملين للشركات سواء كانوا افراد او مؤسسات. فدي هنا الفكره بتاعت الدليل، تبسيط مفهوم الطاقه الشمسيه وتطبيقاتها للقارئ العادي الغير متخصص. فالدليل بيحتوي على مجموعه من الاقسام، قسم اول بيتكلم عن مقدمه عموما عن الطاقه الشمسيه ودورها في تحقيق التنميه المستدامه، قسم بيتكلم عن واقع الطاقه الشمسيه حاليا في السودان، شنو المشاريع الموجوده، شنو هي التشريعات الموجوده، شنو هي التحديات اللي بيواجهها القطاع، شنو هي القدرة الحالية المركبة من الطاقة الشمسية وهكذا. بعدين قسم آخر بيتكلم عن المكونات الأساسية لأنظمة الطاقة الشمسية الأكثر شيوعا في السودان، التطبيقات الشائعة في السودان، وأيضا في دليل فني للأنظمة. والدليل الفني ده مقصود به هو أنه نشرح بعض المفاهيم الهندسية زي الترشيد، زي كفاءة الطاقة، زي كلمة الأحمال المناسبة، زي ايضا عمليه اختيار الشركه المناسبه انها تنفذ لك مشروع، كيف تختار الشركه، شنو المعايير الرئيسيه اللي تعتمد عليها، الجوده، التشغيل الصحيح للنظام، السلامه والصحه والبيئه. حاولنا نشرح المفاهيم دي بصوره مبسطه. بيحتوي الدليل ايضا على نموذج من 9 خطوات حاولنا نبسط فيه حق عمليه الاستثمار في نظام طاقه شمسيه، وحتكلم عن النموذج ده باختصار في العرض ده. ايضا فهرس بيشرح بيوضح الاسعار حاليا للانظمه والمكونات في السوق، وبيشمل يعني مجموعه كبيره من الانظمه الشائعه، لان طبعا للاسف واحده من الحاجات اللي لاحظتها انه كثير جدا من الناس المهتمين بالمجال بيكونوا يعني ما عارفين يقول لك طب النظام ده بكلف كم، اللوحه ده بكلف كم، البطاريه دي بتكلف كم. فدي المعلومات دي ما معلومات سريه، يعني للاسف الشديد مرات انا قاعد اتابع في بعض الجروبات في الفيسبوك كثير من الشركات تعرض أنظمة معينة، يجي زول يسأل يقول له تعال في الخاص أو رسل لي في الواتساب، لا لا خليني أرسل لك في الواتساب، أنت تقول السعر بتاعك كل حاجة معلومة، لأن الموضوع ده ما موضوع سري وطريقة التسعير في حد ذاتها ما حاجة سرية، فإحنا عملنا الفهرس ده عشان برضه ندي الزول يزوم فكر يستثمر يديه فكرة عن شنو هي طبيعة الاستثمار، حجم القروش أنت المفروض تكون مستعد توفره أو تستثمره لو حتركب نظام طاقة شمسية. أيضا الدليل بيشمل دليل للشركات والموزعين، هو دليل او الفهرس الاول من نوعه في السودان، جمعنا فيه بيانات اكثر من 100 شركه بتمثل في تقديرنا الاغلب السوق السوداني، يعني تقول اكثر من 90% تقريبا فيهم 122 شركه، بالاضافه طبعا لبعض الصور لبعض المشاريع المميزه اللي تم تنفيذها في السودان.
طيب دليل ده اعتقد بيتميز بعده حاجات، من اهمها انه شارك فيه اعداد مجموعه من المهندسين الخبراء من داخل وخارج السودان، تم مراجعته ايضا من مجموعه من الخبراء المستقلين في قسم مجال الطاقه الشمسيه، وايضا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نحصل على دعم من اكبر الشركات الشغاله في الطاقه الشمسيه للدليل ده. بالاضافه لانه طبعا فيه الفكره في حد ذاتها بتاعت الدليل، انا يعني طموحي ان شاء الله انه في السنوات القادمه نقدر نطورها بحيث انها تكون زي تقرير سنوي يشرح واقع الطاقه الشمسيه، وبحيث انه ايضا يكون مرجع لاي زول مهتم انه يستثمر، المستثمر الخارجي مثلا عايز يعرف واقع الطاقه الشمسيه حاليا في السودان شو، نقدر نديه عبر التقرير ده معلومات افضل، غير انه مستقبلا ايضا ممكن ايضا يضاف فيه بعض المعايير العلميه مثلا لتصنيف الشركات، تكون دي حاجه يعني تساهم في زياده الوعي لدى القطاع الخاص في المجال ده. حابب استغل فرصه ايضا لكي اشكر الشركاء والداعمين للدليل ده، مجموعه حجار، 249 ستارت ابس، شركه اس دي سي، شركه تكنو كونسلتنسي، شركه نافيتاس، شركه امباور، شركه اي كي سولار برو، شركه فوتك، وايضا طبعا مؤسسه الباحثين السودانيين. طيب قبل ما اجي لمحتويات الدليل، انا خطيت زي 4 أو 5 سلايدات اتكلم فيها شويه كده عن الطاقه الشمسيه بصوره عامه، بحيث حتى انه يعني معانا ناس لسه ما عندهم خلفيه عن الموضوع ده. فنحن حاليا في السودان من ناحيه الطاقه الشمسيه عندنا وهلال عالي جدا من ناحيه الاشعاع الشمسي، اكثر من 2000 كيلو وات ساعه في المتر المربع في السنه، اللي هو يعتبر رقم عالي جدا. القدره المركبه من الطاقه الشمسيه ما زالت للاسف بسيطه جدا، حوالي 1%. عندنا زياده في معدل الطلب على الكهرباء، هذا معناه انه لازم يكون في مشاريع جديده، وهنا بيجي دور الطاقه الشمسيه، خاصه التقنيات اللامركزيه اللي هي التقنيات اللي ما محتاجه انك انت تبني محطه، زي مثلا لو زول ركب نظام في بيته او في مزرعته اللي بنسميها decentralized renewables. في طلب عالي جدا من دراسه السوق بالذات لتطبيق الطاقه الشمسيه في المشاريع الزراعيه للري والمضخات وكذا، وده يعني طلب عالي جدا جدا جدا، يعني اعتقد يمكن من بزنس ناجح جدا، ويمكن ما محتاج حتى لدراسه جدوى او دراسه السوق، لانه فعلا في طلب عالي جدا من قبل المزارعين والمستثمرين في مجال الزراعه. فدي فرصه اعتقد رواد الاعمال المفروض يركزوا عليها ويبدوا يطوروا نماذج مبتكره فيها. في ايضا عدد كبير جدا من الشركات، وعدد كبير جدا من الشركات اللي شغاله في مجالات مختلفه بدات تعمل قطاعات وتعمل ادارات للطاقه المتجدده. في طبعا في محطه مركزيه واحده او يوتيليتي سكيل هي محطه الفاشل، في محطه او يمكن 2 اضافيات قاعدين الان يتم بنائهم. بصوره عامه السوق حق السودان يعتبر سوق يعني في مرحله التطور او اندر ديفلوب، فما زال محتاج الى تطور اكثر، خاصه الدافع الرئيسي للتطور ده هو او من الدوافع الرئيسيه للتطور ده هو التشريعات والقوانين المساعده، وهي بنسميها الـ enabling regulations. من الحاجات المهمه جدا في موضوع الطاقه الشمسيه في السودان اعتقد هو الوعي، وعي العملاء عموما والكاستمر اويرنس. من تقييمنا للسوق صراحه حاليا والانترفيوز عملناها مع مجموعه من الشركات وايضا من العملاء، وجدنا انه في درجه اكبر من الوعي يعني مقارنه مثلا في 5 سنوات لورا. السبب الرئيسي انه يعني مشكله الكهرباء اللي قاعد اساسا تتفاقم خلت الناس تركز اكثر او تنتبه اكثر، لانه الطاقه الشمسيه حاجه يعني حل فعلا مستدام لازم الناس تبدا تفكر فيه بجديه وتبدا تستثمر فيه. زياده اسعار الكهرباء واتوقع انها حتزيد اكثر، خاصه مع رفع الدعم عن المحروقات، بالاضافه الى انه كثير جدا من المشاريع اللي نفذت باستعمال طاقه شمسيه بالذات في الجانب الزراعي اثبتت انها من ناحيه اقتصاديه اعلى جدوى وافضل بكثير جدا من الاستعمال من الاعتماد على المولدات، خاصه لما نعيد نقارن الاستثمار من ناحيه معدل استعجال راس المال، الحقيقه اتكلم عنها يمكن في نهايه العرض الحالي. لو قعدنا نتكلم شوي برضو عن الجانب المتعلق بالتشريعات والقوانين، طبعا انا عارف ان ممكن الناس في حاله بتاع التشاؤم بصوره عامه من وضع الطاقة وخاصة الكهرباء في السودان، لكن أنا أعتقد أنه يعني ما عايز أعيد الكلام اللي الناس بتقوله، أنا ما عايز أتكلم عن بعض المؤشرات الإيجابية اللي أنا بتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني بداية
لتشريعات تقدر فعلا تشجع زيادة الاستثمارات في المجال ده، خاصة من قبل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأيضا تعزز ثقة العملاء في الأنظمة دي. ففي مثلا القانون بتاع الاستثمار اليو ديز في 2021، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، أعتقد دي قانونين مهمين جدا ممكن يكون له دور كبير، خاصة في يعني تشجيع المستثمرين الأجانب. لأن في النهاية لما نتكلم عن الطاقة الشمسية، لو إحنا عايزين أنظمة أو مشاريع بتوفر لنا كهرباء بسعر رخيص أو بأقل سعر ممكن، فده معناه إنه لازم نفكر في المشاريع الكبيرة أو اليوتيليتي سكيل بلانس، اللي هي دي ممكن الزول يصرف بها لسعر كهرباء للكيلوات ساعة أقل بكثير من السعر الحالي الموجود من مقارنة مثلا بالتوليد الحراري أو التوليد المائي. فدي المشاريع زي دي محتاجة استثمارات أجنبية مبالغ ضخمة، ما حي المستثمرين الأجانب طبعا لو البلد ما فيها استقرار سياسي، ولكن أيضا لو ما فيها التشريعات والقوانين اللي بتحفظ حقوق المستثمرين. فدي أعتقد بعض القوانين اللي أتمنى إن شاء الله أنها تكون لها دور إيجابي. في أيضا يعني بعض التوجهات من سمع إعلان عنها من قبل الحكومة فيما يتعلق باستيراد الكهرباء عبر الشبكة بتاعت الربط حقت منطقة شرق أفريقيا. طبعا عملية استيراد الكهرباء عبر الربط سواء كان مع مصر مع أثيوبيا أيضا من الحلول المهمة جدا، خاصة على المستوى القصير الأمد والمتوسط لحل مشكلة العجز في الإنتاج الحالي. التعديل أيضا اللي قاعد نشوفه في أو الزيادة بتاعت التعرفة حقت الكهرباء هي لها تأثير إيجابي جدا صراحة على دعم نمو قطاع الطاقة الشمسية. طيب في موضوع آخر أيضا لما نتكلم عن الطاقة الشمسية أعتقد أنه مهم كده، يعني حتى ممكن يتم فيه عدة دراسات، هو النماذج بتاعة العمل والنماذج حقت التمويل. فرصدنا نحن من متابعتنا من السوق مجموعة يعني من الشركات بدأت يعني تركز أكثر على طرح حلول للتمويل للعملاء، لأن هم في النهاية لما نطرحوا عايزين يبيعوا نظام معين مثلا خلينا نقول سعر نظام 5000 دولار، قد ما يكون 5000 دولار دي مبلغ كبير بالنسبه لك، لكن في كثير من الاحيان لاغلب المستهلكين ده مبلغ يعني زوم ممكن يتردد انه يدفعه دفعه واحده. فبدا كثير من الشركات تعمل شراكات مع البنوك لتوفير بعض الانظمه دي عبر اقساط. في ايضا من النماذج المهمه طبعا ده هنا موضوع اعتقد يستحق انه يتم دراسته بصوره افضل، انه هو شنو هي كيف ممكن نطور الأنظمة دي، شنو هي المخاطر في النوع ده من التمويل، كيف ممكن نقلل المخاطر دي. حاليا صراحة أنا مثلا ما بعرف إلا يمكن شركة أو شركتين فقط بتوفر عملية توفير أنظمة عبر أقساط بتمويل بنكي، لكن هل ممكن العملية تتوسع؟ هل ممكن نشوف مثلا نماذج تعتمد على التمويل الأصغر موجهة مثلا لمثلا بعض المستهلكين قد يكون دخلهم محدود؟ دي حاجة محتاجة يعني دراسة. في أيضا بعض النماذج لشركات الاتصالات بدأت أيضا تركز على بعض يعني أنها تفتش لبعض الحلول في مجال الحلول الطاقة المتجددة، لكن ليس كأنك تبيع لهم سيستم كامل، إنما تبيع لهم الكهرباء نفسها. فمثلا قبل فترة كانت واحدة من شركات الاتصالات طرحت عطاء لتوفير نظام يعني انك تبيع لهم الكهرباء عبر فتره زمنيه محدده. فدي اعتقد برضه نموذج مهم، لانه في كثير من الاحيان دي بتكون حاجه بتشجع جدا العميل انه يلتزم مع الشركه بعقد، بدل ما هو يدفع مثلا مبلغ كبير جدا زي 65000 دولار، لا ممكن على مدى 10 سنوات يدفع مقابل كل كيلوات ساعه بيتم توفيره لهم من السيستم ده. في بعض البنوك ايضا بدات توفر بعض الحلول في التمويل الاصغر في مجال لانظمه الطاقه الشمسيه الصغيره، وان كان للاسف الى الان ما زالت بعض الاجراءات والتوعيه حتى بالحلول دي ما موجوده بصوره كويسه. وهنا اعتقد انه عموما السودان ممكن يستفيد جدا من تجارب بعض الدول اللي قطعت شوط في توفير انظمه الطاقه الشمسيه الصغيره بالذات، اللي هو زي يسموها سولار كيتس او مايك او بيكو سولار سيستمز، زي كينيا مثلا وتنزانيا، خاصة في العملية بتاعت توفير الأنظمة عبر الطريق الأقساط يعني على فترة زمنية معينة. دي حاجة أعتقد محتاجة دراسة، محتاجة أن نستكشف ملاءمة السودان بصورة أفضل. أنا شايف أنه الآن الحمد لله الشركات الشغالة في قطاع خاص في السوق
بدأت جزء كبير منها بيهتم بموضوع الجودة والتدقيق في الجودة. بدأ كثير من الشركات أيضا بيستوردوا تقنيات نسبيا متقدمة، سواء كانت في الألواح أو في العواكس الانفرترز أو البطاريات. أيضا بعض الشركات بدأت تطور حلول جديدة، مثلا شركة أكيد الشركة العربية الأفريقية القابضة عملت نموذج سيستم اسمه أوف جريد اس جي سي، عبارة عن سيستم متكامل، عبارة عن كونتينر فيه ألواح، فيه بطاريات، فيه انفرتر، ممكن تخطى في أي مكان في السودان ويكون مستقل تماما عن الشبكة، مناسب لشركات الاتصالات، مناسب مثلا للشركات الشغالة في مجال التعدين وهكذا. بعض الشركات حتى اللي شغالة في الطاقة الشمسية قدرت تصل ل انها تروج الحلول بتاعتها على مستوى عالمي. ايضا في بعض المشاريع الكبيره بدات تجذب تمويل ضخم، زي مثلا المشروع زيرو عطش. البنك حسب بنك التنميه الافريقي قبل فتره برضو سنه وشويه يمكن خصص مبلغ 20 مليون دولار لمشروع ضخم جدا لمضخات الطاقه الشمسيه في جنوب وغرب كردفان، غير مشروع اخر ايضا تم دعمه من قبل الولايات المتحده الامارات في الولايات الشماليه. في بعض الانظمه، في بعض المبادرات زي دي يعني بدات تظهر، فدي حاجه مؤشر اعتقد ايجابي جدا. وايضا قبل سنتين تقريبا تم طبعا الاعلان عن اول صندوق لتمويل الانظمه حق الطاقه الشمسيه عبر نموذج الصكوك الخضراء او الجرين صكوك من قبل شركه سنابل اللي تابعه لبنك الخرطوم. واعتقد يعني فكرة مهمة جدا أو خطوة مهمة جدا لتيسير وتنويع طرق تمويل المشاريع للطاقة المتجددة في السودان. طيب طبعا لما نتكلم عن الأنظمة، خلينا نتكلم شوية عن بعض المحتويات الموجودة، نتكلم عن نماذج الأنظمة الشائعة في السودان. في طبعا النموذج بتاع الأنظمة المنزلية سولار هوم سيستم، اللي هو النظام بيكون متكون من ألواح شمسية، بعدين عندنا حاجه اسمها الانفرتر او العاكس، اللي هو ده عباره عن جهاز يحول التيار من الالواح الشمسيه من تيار مباشر لتيار ترددي، حتى انه نقدر نشغل به الاجهزه. وايضا بيكون مرات الانظمه دي فيها ايضا بطاريات، زي ما شايفين هنا في النموذج في الصوره اللي تحت على اليسار، بحيث انه يتم تخزين الكهرباء وبعدين الزول يستعملها بالليل. في طبعا ايضا النموذج بتاع انظمه الاناره للطاقه الشمسيه، زي ما شايفين هذا النموذج في شارع مدني في الخرطوم في شركة انباور. فدي أنظمة يعني مميزة جدا لأنها تصميمها سهل جدا، تركيبها سهل جدا، ما بتحتاج لأي نوع من الصيانة الحقيقة، إلا يمكن فقط إلا فقط اللي هو تنظيف الألواح الشمسية من الغبار وكذا. طبعا يمكن أكثر نموذج شائع في السودان الآن هو النموذج بتاع المضخات اللي بتكون في المزارع، سواء كان للأنظمة بتاعت الري أو أو لتشغيل يعني منظومة ري، سواء كانت ري محوري أو مضخة غاطسة أو غيرها. فدي يعني شائعة جدا، وفي مشاريع ضخمة جدا قاعدة تنفذ في 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 مشاريع في أنظمة الري في مختلف ولايات السودان، لكن أكثر حاجة يمكن الولاية الشمالية، لأنه كان في مشروع ضخم قبل سنتين من قبل تنفيذ البرنامج المتحدة الإنمائي، وكان صراحة له تأثير كبير جدا. في أيضا التقنية أخرى كانت طاقة شمسية، هي تقنية الطاقة الشمسية الحرارية أو الطبخ بالطاقة الشمسية، زي ما شايفين في الصورة تحت على اليمين. دي نموذج ل بنسميه السولار كوكر، عبارة عن جهاز بيقوم بتجميع الأشياء حقت الطاقة الشمسية بحيث أنه تستعمل الحرارة دي من أجل الطهي. ونموذج فعال جدا أو تقنية فعالة وتقنية مثبتة يعني من زمان جدا موجودة، لكن للأسف الشديد ما زال ما تم يعني توسيع تطبيقها في السودان. فدي انا حاجه من التقنيات اتمنى صراحه انه يكون في دراسات عن تطويرها اكثر، ويعني الاستفاده منها بصوره افضل. طيب من المحاور المهمه جدا اللي احنا خطيناها في الدليل، مجموعه من الخطوات مهمه لاي زول قبل ما يستثمر في نظام طاقه شمسيه. الخطوه الاولى هي عمليه الترشيد وكفاءه الطاقه. قبل ما الزول يفكر بانه يركب نظام طاقه شمسيه، لازم يعني افهم انه لو انت ركبت نظام طاقه شمسيه انت ما حتغير حاجه في الاستهلاك بتاعك الحالي. اذا كانت استهلاكك مثلا بيوازي خلينا نقول 30 كيلو واط، وركبت نظام طاقه شمسيه استهلاكك هو نفسه. انت عشان تستفيد من الطاقه الشمسيه، لانه الطاقه الشمسيه ما مقصوده في حد ذاتها، هي مجرد مصدر للطاقه، المقصود انك انت ترشد الموارد اللي عندك تستهلكها
الطريقه الافضل. وهنا بيجي دور الطاقه الشمسيه انها بتساعدك في انك تقلل الفاتوره حقت الكهرباء، بشرط انك تكون ايضا مع استعمال الطاقه الشمسيه قمت بعمليه الترشيد فات الطاقه. فالترشيد بيسمى الاشياء بسيطه جدا، زي ان الزول مثلا لو طلع من غرفه يطفي النور، يخلي المكيف شغال اذا هو ما قاعد في الصالون وكذا. وايضا اكفات الطاقه مقصود بها انه الزول يستعمل الاجهزه اللي بتصرف كهرباء اقل لكن بتوفر لك نفس القيمه، زي مثلا في انواع معينه من اللمبات تعتمد على تقنيه اسمها ال اي دي، تعتبر كفاءات عاليه جدا، بتوفر لك نفس الاناره ولكن تستهلك كهرباء اقل مقارنه باللمبات الثانيه. نفس الشيء بالنسبه للمكيفات مثلا، نفس الشيء بالنسبه لمجموعه كبيره من الاجهزه. وهنا طبعا بتجي الدور بتاع علامات الجوده والانرجي افشنسي ليبلز، طبعا موجوده في كل الدول، انها تقييم انه الجهاز بيستهلك كم من الكهرباء. فدي اعتقد خطوه مهمه جدا لو الزول يعني طبق بعض المفاهيم البسيطه اللي احنا ذكرنا مجموعه كبيره منها في الدليل، دي حتساعدك انه لما تجي تركب نظام طاقه شمسيه بيكون النظام انت محتاج له اصلا حجمه اقل، فبالتالي حتوفر قروش في السيستم بتاعك. الخطوه الثانيه المهمه قبل ما الزول يستثمر هو انه يختار الاحمال المناسبه. احمال مقصود بها الاجهزه اللي حتستعملها، مثلا المكيف يعتبر حمل، المروحه حمل، اللمبه حمل. فالاحمال دي يفضل دائما في التصميم حق النظام بتاع الطاقه الشمسيه في البدايه انك تختار احمال تكون استهلاكها من الكهرباء قليل، زي مثلا اللمبات عموما، المراوح، طبعا الشحن، الاجهزه الكهربائيه زي اللابتوب مثلا، الموبايل، تقول لك تعتبر اجهزه استهلاكها محدود جدا. الأجهزة الكبيرة زي مثلا المكيفات حقت الفريون وكذا ممكن جدا تشغل بالطاقة الشمسية، لكن حتحتاج إلى كمية كبيرة من الألواح، وده حيخليك يعني ما حتقدر تركب النظام اللي أنت محتاج له. إحنا دائما ننصح إنه الزول يختار الأجهزة الأساسية، بحيث إنه لو كهرباء قطعت هي الأجهزة اللي أنت يعني ما ممكن تستغني عنها يعني أبدا، فبالتالي دي هي الأجهزة المناسبة. خاصة إنه الزول لما يركب نظام طاقة شمسية من القيود الكبيره جدا في الطاقه الشمسيه انها بتحتاج مساحه. طيب مثلا انت حتركب نظام بتاع 1 كيلو واط، 1 كيلو واط حياخذ تقريبا 8 الى 10 متر مربع، 1 كيلو واط يعتبر رقم صغير يعني ما حيشغل اجهزه كثير جدا. فالتاكد من المساحه دي حاجه مهمه جدا، فلذلك بصوره عامه ما حتكون الطاقه الشمسيه خيار مثالي لو الزول ساكن في شقه مثلا. طيب لانه ما حيكون عندك مساحه سطح خاصه بك، لكن لو انت عندك مزرعه وعندك بيت خاص والسطح حقك فاضي ما فيه اي عوائق وكذا، هنا بتكون عندك مساحه جيده. فهنا لازم تتاكد انه عندك مساحه كافيه عشان تقدر تركب نظام كبير بحيث انه يقدر يشغل لك عدد كافي من الاجهزه اللي انت محتاج لها. الخطوه الرابعه هي عمليه اختيار الشركه المؤهله. بالحين الدليل تكلمنا يعني ذكرنا عدة معايير مهمة في اختيار الشركات المؤهلة. وكلمة مؤهلة هنا مقصود بها أنك أنت تدقق في المؤهلات، تدقق في الخبرة بتاعت الشركة، تشوف النماذج من المشاريع السابقة اللي هم نفذوها إذا عندهم مشاريع سابقة، تسأل بعض العملاء الآخرين اللي ربما تعامل مع الشركة دي كيف كانت تجربتهم. دي معلومات مهمة جدا، زول ما المفروض بس يمشي أي شركة يلقاها يتعاقد معها، لأن بس الشديد السوق فيه الآن كمية كبيرة من الشركات ما شغاله بصوره علميه، في مجموعه كبيره منهم ما فاهمين اصلا يعني، او في مجموعه ما فاهمين الطريقه الصحيحه والعلميه لتصميم الانظمه، وايضا ما فاهمين المعايير الصحيحه في المكونات اللي هم المفروض يعتمدوا عليها، فبتجد للاسف الشديد بعض المكونات ذات جوده رديئه جدا موجوده. فهنا عمليه اختيار الشركه المؤهله دي حاجه مهمه ومحتاجه تدقيق، وممكن الزول يعني يستعين مثلا ببعض المنصات والمنتديات سواء كانت في الفيسبوك او غيره، يسال يا جماعه مثلا الشركه الفلانيه اللي زول عمل معاها هل عندكم خبره؟ هل عندكم راي فيها؟ يحاول يستشير الخبراء، الناس اللي يشتغلوا في المجال ده وعندهم خبراء مستقلين يعني طبعا. واهم حاجه الزول يشوف نماذج حقيقيه تم تنفيذها من الشركه دي. لذلك انا يعني انا بتمنى ان كل الشركات شغال طاقة شمسية يكون عندها على الأقل صفحة حقت فيسبوك، يعني ويب سايت، موقع، يمكن ما ضروري شيء، لكن على الأقل صفحة فيسبوك يحطوا فيها الشغل بتاعهم هو شنو، وليس المكونات حقتهم دي كويسة، ونماذج من آراء العملاء. دي حاجة مهمة جدا لأنها بتعزز الثقة بتاعت العميل في أنه يتعاقد معاك أنت. التدقيق في الجودة برضه حاجة مهمة جدا أعتقد، خاصة الجودة بتاعت المكونات. احنا في الدليل ذكرنا مجموعة من المعايير المهمة، وذكرنا نماذج لشهادات الجودة اللي لازم تكون موجودة في المكونات الأساسية خاصة الألواح الشمسية، بحيث أن أنت
تقدر تطمئن انه فعلا الشركه دي استخدمت لك الاجهزه الافضل. الحاجه السادسه هنا اللي هي عمليه دليل التشغيل والصيانه الاساسيه. مقصود هنا انه اي نظام طاقه شمسيه لما تيجي شركه وتركبه لك لازم الشركه توريك او تديك كتيب او دليل او مرجع او حاجه بتشرح لك النظام ده بيشتغل كيف، تشرح لك الصيانه الاساسيه حقت النظام. الصيانه الاساسيه المقصود بها مثلا تنظيف الالواح الشمسيه من الغبار، المحافظه على انه البطاريات تكون في مكان يعني درجه حراره معتدله ما تكون معرضه لاشعه الشمس، العاكس مثلا ما يتخطى في مكان ممكن يعني يتراكم فيه الغبار او حاجه زي كده. المعلومات الاساسيه دي مهمه جدا انها يتم توفيرها لك عشان ما تحصل للزول بعد ذلك مشاكل. ايضا مثلا عمليه تشغيل البطاريه انها ما تتم بصوره على فترات طويله جدا اكثر من الفتره اللي تم تصميم النظام على اساسها، لان دي حاجه ممكن تخلي البطاريه عمرها يقل وتلقى نفسك محتاج تشتري بطاريه جديده فتره وجيزه. فانا اعتقد ان دي حاجه اساسيه لازم الشركات توفرها، واذا الشركه ما وفرتها انا اعتقد انت كعميل لازم تطلب من الشركه يدوك دليل واضح لعمليه التشغيل والصيانه. اجراءات السلامه ايضا مهمه جدا خاصه فيما يتعلق بحفظ البطاريات والعاكس مثلا والانفرتر في مكان بعيد مثلا من ما يقدر يوصله الاطفال. الالواح الشمسيه نفسها التعامل معها لازم الانسان يكون حريص، الحرارات ممكن تكون عاليه جدا النهار، تزوم في الماء المساء بيده مباشره، وغيرها من الاجراءات الاساسيه اللي طبعا هي ايضا مسؤوليه على الشركه، خاصه لما يكون مثلا نظام كبير جدا لازم مسؤوليه على الشركه انها توضح للعميل الاجراءات بتاعت السلامه. واخر حاجه عمليه الحفاظ على البيئه، اللي هو مقصود به انه مثلا بعض الاجهزه في نهايه عمرها خاصه البطاريات لازم الزول عايز تخلص منها، الجهاز خلاص انتهى عمره تخلص منه بطريقه ما تكون مضره للبيئه. هي طبعا يفترض انه كل محليه وكل مدينه يكون عندهم اجراءات خاصه لعمليه التخلص من النفايات الالكترونيه، دي حاجه مهمه جدا. طيب اعتقد انه ده السلايد الاخير اللي هو عايز اتكلم فيه عمليه التكليف حق الطاقه الشمسيه. بالنسبه للتكلفه انا اول حاجه بتمنى انه الناس لما تنظر لعمليه التكلفه حق الطاقه الشمسيه تفهم انه ده استثمار طويل الامد. فلذلك الاستثمارات الطويله الامد ما بتقيم بناء على التكلفه المبدئيه. انت لما تيجي عايز تشتري شقه مثلا وطلع سعرها 50,000 دولار او 30,000 دولار ما بتقول يا اخي لا ده مبلغ كبير، لا انت بتقيم انه سعر الشقه دي كده وبعد مثلا 3 أو 4 سنوات بسبب وضع السوق وكده متوقع انه قيمتها تزيد فبالتالي حابيعها وحاربح، بتقيم بنظره بعيده. فنفس الشيء زول لما يستثمر في نظام طاقه شمسيه خاصه لو كان نظام كبير مثلا المشاريع الزراعيه وكده لازم عمليه التقييم ما تكون مبنيه على التكلفه المبدئيه انما تقيم على التكلفه حقت النظام في فتره طويله بتاعت مثلا 10 سنوات او اكثر. الازمه حقت الطاقه الشمسيه مهم جدا فالتكلفه انا افهم انها هي ما بتحتاج لوقود ما بتحتاج لاي صيانه دوريه، الصيانه الوحيده اللي المفروض تكون موجوده هي فقط تنظيف الالواح الشمسيه من الغبار. اذا الزول تعاقد مع شركه مؤهله وركبت له مكونات ذات جوده ممتازه دي الصيانه الوحيده اللي محتاج انه يعمل، ما المفروض تكون محتاج انك تغير البطاريه كل يوم او تغير العاكس او الانفرتر بعد سنه او حاجه زي كذا. الانظمه دي توفر درجه عاليه من الاعتماديه، حاجه مهمه، عمرها اصلا طويل، الالواح الشمسيه بتتكلم عن عمر ممكن يصل لحد 30 سنه. العاكس او الانفرتر ده ايضا جهاز مع منظمه الشحن ممكن يقعد 5 سنوات او اكثر حسب طبعا حسب الجوده بتاعت الشركه المصنعه. البطاريات يمكن الجزئيه المكون اللي فيه يعني بعض التحديات لانه هو مكون نسبيا مكلف في الانظمه اللي فيها بطاريات. لكن طبعا انت مرات بيكون لازم يكون عندك بطاريات لانك انت محتاج تستهلك الكهرباء دي بالليل. فايضا الكفاءه بتاعتها ممكن تنخفض لو تم استهلاك البطاريه بنسبه كبيره او تم تخزينها في مكان درجه الحراره فيه مرتفعه. وبصوره عامه العمر حق البطاريات ممكن يكون ما بين 3 سنوات الى 10 سنوات، ممكن ايضا يزيد، طبعا هنا حسب التقنيه المستعمله، في عده تقنيات موجوده، لكن بجميع الاحوال انا ما اعتقد انه في اي زول يشتري نظام طاقه شمسيه وعنده بطاريه وتخرب البطاريه حقته بعد 6 شهور او سنه. لو حصلت الحاله دي انا اعتقد انه ده في الغالب اما سوء استخدام من العميل او انه المنتج كان اصلا جودته سيئه. لذلك دي حاجه يعني بتمنى انه اي زول عايز يتعاقد مع الشركه يتاكد منها جدا عشان ما يضطر انه هو يستثمر ويدفع الاف الدولارات بعدين يلقى نفسه
بعد 6 شهور مثلا، وبعد سنه محتاج ثاني يدفع قروش. لو تكلمنا عن التقدير حق الكوست بصوره يعني بصوره تقريبيه للانظمه المنزليه، الانظمه المنزليه هي الانظمه اللي تكون فيها مجموعه من الالواح زائد بطاريات زائد انفرتر، تقريبا التكلفه حتكون ما بين 2000 الى 8000 دولار، طبعا حسب حجم النظام، حسب عدد البطاريات، حسب عدد الالواح وهكذا، لكن ده تقدير يعني تقريبي بناء على تقييم مجموعه من الانظمه اللي بتوفرها بعض الشركات. وبالنسبه للمشاريع الزراعيه مثلا تكون عندك مجموعه من الالواح موصله مع مضخه غاطسه او مع نظام بتاع ري محوري، متوسط فتره استرجاع راس المال او ريتيرن اوف انفستمنت هي تقريبا اقل من السنه، اقل من 3 سنوات. حشوف مجموعه من المشاريع اللي يعني بنفذها بعض الشركات فيها البي باك بيريد فتره 6 شهور، بعض المشاريع فتره البي باك بيريد حوالي سنتين او سنتين ونص، ماكن ما اكثر من 3 سنوات. ودي هنا المشاريع الزراعيه اللي بتكلم عنها، دي مشاريع يعني ممكن يكون الكوست ما بين 10000 دولار او يصل حتى ل 100 و 120000 دولار، لما تقارن طبعا التكلفه انت حتدفعها لو واصلت انك تعتمد على الري باستعمال المولدات. طيب فدي يعني ملخص سريع، طبعا ما مريت على ما استعرضت كل الحاجات، الدليل ما كبير حوالي كم 20 صفحه، ولو عملت سكان للباركود هنا ممكن تنزلوا لنفسكم نسخه منه. طيب اعتقد انه ممكن نترك الفترة الآن لو في المجال الآن لو في أي زول عنده استفسارات. شكرا جزيلا دكتور محمد الحاج على التقديم الجميل المقتضب، وبس للناس اللي ما شافوا الدليل قبل كده احنا هنشير الشاشة هنا ده، وهنحط أصلا في الفيسبوك في الستريمينج في مجموعة الباحثين السودانيين، الرابط موجود مع الديسكريبشن بتاع الزوم ويبينار ده، وده الدليل بتاع دليل الطاقة الشمسية في السودان، هو شغل صراحة جميل ومتعوب عليه زي ما شرحه الدكتور في العرض التقديمي، شغل مميز تشكروا عليه، وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويوصل الهدف المعمول له. في سؤال جاء في الشات من محمد عبد القادر، محمد أحمد عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله. هل من خطط أو دراسات لمحطة الطاقة الشمسية في السودان منفصلة عن الشبكة أوف جريد؟ خطط أو مشاريع لمحطات منفصلة عن الشبكة؟ طيب في طبعا محطات أو الأنظمة المنفصلة عن الشبكة، في بعض الجهات الخاصة قاعدة تعمل دراسات. من متابعتي للسوق يمكن في مشروع أو مشروعين، لكن دي في الغالب بتكون جهات خاصة ومصانع عندها أصلا مساحة بتاعت أرض كبيرة، لأن ده في النهاية حيكون التحدي الرئيسي أنت لك مساحة أرض كبيرة تقدر تنفذ فيها النظام ده. بالنسبة للأنظمة الزراعية تعتبر أيضا أنظمة أوف جريد، ودي طلب عليها عالي جدا جدا جدا، يعني عشرات الجهات المهتمة أنها تنفذها، واللي قاعد تعمل حاليا دراسات. أنا حاليا بعرف يمكن 3 أو 4 جهات أوريدي قاعد تخطط لمشاريع زي دي، في يعني أنظمة حق الطاقة الشمسية لمشاريع زراعية، فدي كبيرة جدا كثيرة جدا ومنتشرة بصورة كبيرة جدا يعني حاليا. شكرا جزيلا. طيب باشمهندس أمين عمراوي تفضل، كنت رافع يدك. إخواننا لأي زول موجود داخل الزوم هنا ده أو في الفيسبوك يعني عنده سؤال داير يطرحه، ممكن يكتبه كتابة أو يستخدم خاصية رفع اليد ريز هاند هنا في الزوم. تفضل يا باشمهندس. شكرا لك يا دكتور أنور، أتمنى أكون مسموع لأنه بس اوكي تمام ممتاز. وشكرا لك صديقي العزيز محمد الحاج، وليكم التحيه والتقدير. انا عندي سؤالين. السؤال الاول هو شنو هي العوامل المطلوبه لو اخذنا مثلا المثال بتاع صوره المنزل او البيت المبسطه الجميله اللي خطيتها في البرزنتيشن، شنو هي العوامل المطلوبه لحسبه كم سولار بانلز انا محتاج في منزلي؟ يا ريت لو يعني نسمع اجابه. السؤال الثاني هو كان طيب ذكرت كان بالنسبه للمكيفات بتكون صعبه جدا انه نوصلها بالسيستم،
معناته هو السيستم لازم يكون يعني ما 100% اوف جريد، لازم يكون متعاون، يكون اون جريد. لكن هل ممكن نستخدم، انا تقريبا سمعت بحاجه اسمها ثيرمال سولار بانلز، ما اعرف رايك شنو في النقطه دي، وحتى يعني هل ممكن تفيدنا كمان في السخانات البويلينج ووترز والى اخره. وشكرا لكم، وشكرا لك مره ثانيه دكتور انور على الاستضافه الجميله. يعطيك العافيه امين. طيب عموما العوامل الاساسيه اللي بحتاج لها عشان يصمم نظام، انت بتحتاج اول حاجه تعرف اول حاجه تعرف المساحه المتاحه اصلا شنو، لانه ده اكبر قيد لعمليه التصميم. وزي ما ذكرت لك انه تقريبا لو زول عايز 1 كيلو واط من الالواح الشمسيه بتحتاج لمساحه بتاعت تقريبا 10 متر مربع. فدي حاجه. والحاجه الثانيه انك محتاج تعرف طبعا شنو الاجهزه اللي انت عايز تشغلها. وهنا زول طبعا في الدليل احنا خدتنا مثلا جدول مبسط كزول فيه الاجهزه اللي عايز تستعملها، وكل جهاز القدره حقت الجهاز ده كم، مثلا الجهاز ده بيستهلك 1 كيلو واط، الرقم ده بيكون دائما مكتوب في الجهاز نفسه، الجهاز ده بيستهلك 500 واط، تاخذ الاجهزه كلها، بعدين كل جهاز بتشوف مع الجهاز ده كم عدد الساعات اللي انت عايز الجهاز ده يشتغلها، بناء عليه بتقدر تشوف كميه الطاقه اللي انت محتاج لها. طبعا العمليه دي انا الحين اخذتها بس لمساعدة العميل انه هو يتخيل كميه الكهرباء اللي محتاج لها، وانما في الاصل الشركات هي بتعمل العمليه دي حقت التصميم. انت ككلاينت انا ما اعتقد زول يخش الاكسرسايز ده ويعمل الحاجه دي بنفسه. فبناء على المعلومات حقت الاستهلاك، بناء على التقديرات انتاج الالواح الشمسيه بالنسبه للشعاع الشمس الموجود في السودان، نقدر بسهوله نقدر انه محتاجين كذا عدد من الالواح لتشغيل الاجهزه دي. بس بصوره عامه يعني اعتقد انه الشركه لو عايزه تجي تصمم نظام بصوره جيده وتديك انت اكبر قيمه مضافه، اعتقد انه المفروض يحاولوا يستفيدوا من المساحه حقت التركيب اللي هي مساحه السطح اكبر قدر ممكن، وبناء عليها يشوفوا شنو الاجهزه اللي ممكن يتم تشغيلها. لانه كثير من الاحيان العملاء بيكونوا يعني ما عارفين بالضبط شنو الاجهزه اللي عايزين يشغلوها، او يقول لك عايز اشغل الجهاز ده عدد معين من الساعات، لكن الجهاز ده عايز اغير شغله مرات، والجهاز ده كذا يعني. فهنا الشركه محتاجه انها تحاول تشرح للعميل انه انت عندك كميه من القدره انت ممكن تستهلكها بعده طرق. يعني في عملي في حاجه برضه مهمه جدا بالنسبه لعمليه التشغيل حق الاجهزه، انه الان في اجهزه اسمها بعض الانفرترات الموجوده في الانظمه اسمها هايبريد انفرترز، اللي هو الجهاز اللي بيسمح لك انك تشغل الاجهزه الكهربائيه حقتك من الالواح مباشره بدون ما تستهلك البطاريه او تستهلك الكهرباء المخزنه في البطاريه. طبعا ده طبعا اثناء تشغيل النظام بالنهار، فدي حاجه ميزه كبيره جدا، لانها انت ممكن فعليا ما تكون محتاج لاي بطاريات بشرط انه طبعا نظامك الشمسي يشتغل فقط بالنهار. ودي طبعا ممكن توفر عليك قروش كثيره جدا في عمليه التصميم. بالنسبه للعامل السؤال الثاني انت تكلمت عنه هو موضوع السولار ثيرمال، او هنا في حاجه اسمها PV thermal اللي هو بعض الانظمه اللي بتعتمد على الاستفاده من الحراره العاليه اللي بتنتجها الالواح الشمسيه اثناء التشغيل لتشغيل نظام اخر، مثلا نظام بتاع تسخين مويه او حاجه زي كده. فدي دي تقنيه موجوده لكن ما منتشره جدا على مستوى العالم، لانه ما زالت محتاجه لتطوير اكثر في الكفاءه بتاعتها. لكن بالنسبه للانظمه بتاعت الطاقه الشمسيه الحراريه ممكن تستعمل لتسخين المويه مثلا، اللي هو بسموها سولار ووتر هيتنج سيستمز، دي ايضا للاسف السودان ما منتشره شديد، بزياده تقنيه مهمه جدا، لان هذه تكون مجموعه من المرايا اللي بتركز الاشعه حق الطاقه الشمسيه، و في زي لوب فيه، هو في يعني عباره عن مجرى المويه بتجي بتسخن فيه، وبتكون محفوظه في مواد معينه بتحفظ الحراره حقت المويه دي. فبعض الانظمه زي دي ايضا يعني ممكن تكون مفيده جدا، خاصه يعني هي غالب مفيده في الدول اللي بتكون محتاجه للمويه ساخنه، يعني دول مثلا الفصل حق الشتاء طويله وكذا. بس في السودان في بعض النماذج تم تنفيذها وان كانت ما كثيره شديد يعني. طيب في سؤال اللي هو من سارة عبد القادر هنا في عبد الرحمن هنا في الزوم، يقول لك هل موجود فعلا نظام للتخلص من النفايات الإلكترونية، وإن لم يكن ما الخطط للقيام بذلك؟
هل موجود نظام في السودان؟ والله صراحة ما متأكد. أنا عارف إنه ولاية الخرطوم عندهم قانون، في قانون لحماية البيئة وحاجة زي كده، لكن هل في آليات واضحة لتنفيذ القانون؟ ما أعتقد. قاعد عشت في السودان كم سنة، ما حصل شفت مكب حق نفايات مثلا فيه مكان تفصل النفايات، لأن كنت لو ما فصلت النفايات في البداية حيكون من الصعب جدا تعمل عملية معالجة صحيحة عليها. طبعا يمكن قد ما تكون كمية النفايات الإلكترونية أصلا كبيرة بحيث أن هم يكونوا حريصين على الحاجة دي، بس دي حاجة مهمة صراحة، ما مش بس عشان الطاقة الشمسية يعني لأنه كمية النفايات الإلكترونية حول العالم يمكن أجهزة اللي إحنا نستعملها كثير شديد، فمهم جدا يكون في طرق واضحة لعملية فرز النفايات ومعالجة بصورة صحيحة يعني. طيب ممتاز. بيسأل في الفيسبوك في سؤال من دكتور الفاتح وفي سؤال تاني من محمد عبد الحفيظ. السؤال محمد عبد الحفيظ ممكن نبدأ به أول، قال لك هل يوجد برامج تدريب مطروحة، ولو في ممكن تذكر لنا أسماء الشركات الكبيرة اللي ممكن الواحد يعمل فيها تريننج؟ برامج تدريب حاليا في بعض البرامج كان بيتم طرحها وإن كان ما بصورة منتظمة. في بعض برامج التدريب تم طرحها عبر مركز أبحاث الطاقة تابع لجامعة الخرطوم قبل كم سنة. في أيضا برنامج طرح مرة أو مرتين تبع المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني كل البرامج دي بتركز على عملية التصميم وتركيب الأنظمة. بالنسبة للشركات يعني ما عايز ارشح شركه معينه، لانه الاغلب البرامج اللي انا قاعد اشوف من الشركات هي برامج اعتياديه جدا، يعني مصممه في الاساس للفنيين المهندسين الكهربائيين تساعدهم في عمليه التصميم والتصحيح للانظمه او كده. ما شفت لي للاسف الان اي برنامج يعني معتمد او برنامج تابع مثلا ل ل ل لجمعيه او للمجلس الهندسي. أعتقد دي خطوة مهمة لازم تحصل في تطوير السوق، إنه يكون في برامج أو أشبه ما يكون ببرامج حقت ترخيص أو اعتماد، دورة معينة زول ياخذها تكون مرخصة مثلا من قبل شركة كهرباء السودان قابضة، إنك لو عايز تشتغل بالطاقة الشمسية تاخذ الدورة دي وتجتاز الامتحان تاخذ شهادة بتاع التأهيل للعمل في السوق. دي خطوة ما وصلنا لها لحد الآن، لكن غير كده عموما في برامج كثيرة أونلاين موجودة متاحة في منصات كثيرة زي أوديمي وغيرها، ممكن ينزل عبر ياخذ معرفة جيدة بالأساسيات حق التصميم والتركيب. طيب ممتاز. في سؤال برضو من دكتور فاتح ياسين اللي هو مشرف الباحثين السودانيين، بيقول في شركات كثيرة شغالة في مجال الطاقة الشمسية وكلها بتستورد ألواح وبطاريات وكل المعدات، وبعض هذه الشركات بتستورد معدات طاقة شمسية ذات جودة رديئة، والعميل طبعا جاهل بالمواصفات الفنية لهذه المعدات. سؤالي ما هو دور الباحثين المختصين في مثل مراكز أبحاث الطاقة لتوعية المواطن حتى لا يقع في فخ شراء معدات طاقة شمسية ذات الجودة الأقل؟ ده أعتقد السؤال ده برضو مرتبط بالمواصفات والمقاييس، يعني الحياة البيئية داخلة ذاتها من عبر المينا ولا كده، مش كده أحمد؟ يس بالضبط. وبعدين هنا يعني هو الموضوع صراحة بسيط جدا، أنا حتى ما أعتقد الموضوع اللي هو دور للباحثين السودانيين أو للمراكز حقت الأبحاث وكده، دي مسألة بسيطة بتاعت ستاندردز والمعايير حقت الأنسمة حقت الطاقة الشمسية سواء كانت ألواح أو بطاريات وكده عالميا معروفة، ما حاجة يعني محتاجة إنك تعمل فيها بحث أو تطلع فيها. ممكن تشيل أي مواصفات مثلا موجودة مثلا في مصر وتقول لي دي المواصفات حقت الأجهزة اللي حنستعملها. الموضوع هو فيري سمبل، وفعلا هو أصلا بالأساس المفروض خاص بال هيئة المواصفات والمقاييس، طبعا بالتنسيق مع الجهة المنظمة لإخضاع الطاقة الشمسية في السودان اللي هو حاليا يعتبر وزارة الطاقة. فهو بس مسألة انه يتم اختيار المعايير الصحيحة دي يعني ويتم الإعلان عنها، وإلزام الشركات انها ما تستورد اي أجهزة الا تكون مطابقة لحد ادنى من المعايير. طبعا احنا دورة الزور ما عايز يخوض معايير صعبة شديد لانه قد تمنع عليها انه ما يتم استيراد الا اجهزه مكلفه يعني. بس هي بس مساله يعني تبني المعايير الصحيحه ثم الانفورسمنت او عمليه التنفيذ للمعايير في اثناء ضبط عمليه الاستيراد يعني.
طيب ممتاز. في سؤال من باشمهندس تقريبا صالح مرغني بيقول: هل ممكن تلقي الضوء على استعمال السمارت انرجي مانجرز للبيوت وللمؤسسات الصغيرة؟ التطبيقات بتاعتها على أساس إنه تحسن من الجريد سبلاي اند اون سايت جنريشن تو يوز ذا سيستم اول تايم راذر ذان باك اب مود. دي حاجة مهمة جدا صراحة يا باشمهندس، والآن يعني كثير من التطورات اللي قاعدة تحصل في نظام بتاع الطاقة الشمسية متعلقة بأنظمة التحكم والإنفرتر، كيف إنه يقدر يشوف الاستهلاك الحالي بتاع البيت من أجهزة مختلفة، والإنتاج حق الكهرباء من الألواح الشمسية والكهرباء المتاحة من الشبكة. فيقوم الإنفرتر ده فيه نظام بتاع تحكم ذكي بيخلي الأولوية في تشغيل الأجهزة للكهرباء الجاية من الطاقة الشمسية، وما يتم استعمال الكهرباء الجاية من الشبكة العامة إلا لما تكون الإنتاج الطاقة الشمسية منخفض جدا. فدي موجودة كتقنيات في الإنفرترات المستعملة، وأعتقد دي حاجة مهمة شديد، لأنه دي الحاجة اللي بتخلي الاستعمال حق الطاقة يكون بصورة ذكية، غير إنه بيدي العميل أيضا معلومات كثيرة عن النمط حق الاستهلاك وتوجيهات إنك كيف ترشد الاستهلاك بالصورة الأفضل. لكن هنا اعتقد التحدي الرئيسي ان نشوف شنو هي التقنيات المناسبه مش بس للمستخدمين في البيوت والمنازل، لكن المستخدمين الكبار، يعني كبار المستهلكين، المصانع، المؤسسات التجاريه وكذا. دي هنا التحدي بيكون اكبر، انك انت يكون عندك نظام بتاع اداره الطاقه وانرجي مانجمنت سيستم، اللي هو ده بحد ذاته علم كامل ومجال كامل محتاج له جدا جدا الان، خاصه مع المشاكل اللي بتواجه المصانع في السودان، كثير من المصانع بسبب عملية عدم استقرار الكهرباء تعطلت. فدي حاجة مهمة جدا، وحتى في أنظمة، في معايير عفوا، معايير للآيزو، عملية الإنرجي مانجمنت. ف عندنا وايت بيبر إن شاء الله هننشره عن الموضوع ده، لكن ده من الأمور فعلا محتاجة لدراسة أكبر يعني. طيب في سؤال، في اسئله بتيجي في الزوم، في اسئله بتيجي يا اخوان، الاسئله قاعده تيجي بالقطاره، حق تدون الاسئله كلها مره واحده على اساس انه نطرحها مره واحده، بعد مرات بتكون في اسئله في نفس الكاتيجوري. دينج او كيكو دينج بيسال: وات از سوتابل تيلت انجل فور بي في سيستم ان سودان اند ويتش انفرتر از بريفيرد، بي دبليو ام اور ام بي بي تي؟ يعني يا دينج والله خليتنا برا الشبكه، طبعا كلام تكنيكال ما عارفين عنه، بتسال عن شنو بالضبط. تفضل يا دكتور. هو التلت انجل ينزل الزاويه حقت الميلان حقت الالواح الشمسيه، فهنا يفضل دائما انها تكون على حسب الخطوط العرض او اللاتيتيود حق المكان اللي انت فيه. لكن في تطبيقات ثانيه قد يكون انت محتاج انك تغيرها حسب انت فتره الاستهلاك الاعلى في السنه متوقع تكون بتين. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو الانفرتر، قال شنو هي افضل الماركات اللي هي يا اما بي دبليو ام ولا ام بي بي تي؟ هي دي باختصار تقنيات مختلفه للجهاز بتاع التنظيم حق الشحن ومنظم الشحن، يعني تقنيه اسمها بي دبليو ام، في حاجه اسمها بي بي تي. التقنيه الثانيه هي تعتبر الافضل من ناحيه، ودي يمكن الشائعه الاكثر شيء في الانظمه الكبيره المركبه حاليا. تمام. في ناجي محمد في الفيسبوك برضه في الباحثين السودانيين بيقول: جزاكم الله خير ووفقكم لخير الدنيا والآخرة ونفع بعلمكم، هل من مشروع للطاقة الشمسية في السودان مطروح كاستثمار بنظام السهم؟ المشروع واضح أنه واعد لكنه مكلف للفرد، هل في أي موديل زي ده طرحته في كلين انرجي فور أفريكا، أنه يكون مثلا في كراود فاندينج مثلا لبروجكت محدد، ولا أسهم لسوشيال انتربرايز ولا غيره؟ دي الحاجة اللي عملوها سنابل، صندوق حق الاستثمار، طرحوا الموضوع ده وكان مطروح للكتاب العام بالمناسبة يعني قبل سنة ونص. تلقي بس النظرة هنا تدي فكرة عنها شوية. السنابل، شركة سنابل الأوراق المالية، شركة تابعة لبنك الخرطوم، في صحيح مجال التمويل طبعا. طرحوا صندوق للصندوق اكتتاب لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، اسمه صندوق سنابل، قائم على مفهوم السكوك الخضراء، وطرحوا الاكتتاب العام، كان ممكن أي زول يشتري سهم من الصندوق ده. الكلام ده كان تقريبا قبل سنة ونص، والقيمة الإجمالية للصندوق أعتقد قريب 5 مليار جنيه بالجديد، مش 5 مليار بالقديم.
4.6 بليون طن. فكان الهدف من الصندوق ده تمويل لمشاريع الطاقة الشمسية، مشاريع الطاقة المتجددة عموما في السودان. فده أول مشروع اتعمل كان public فعلا. لكن لا شك نحن محتاجين مبادرات زي دي أكثر. أنا بس قاعد أفكر لأنه الزول لما نعمل يعني صندوق زي ده، هل إحنا عايزين نفكر يكون صندوق لمشروع معين، مثلا شركة مساهمة عامة تكون متخصصة في الاستثمار في المشاريع دي، ولا أتكلم عن صندوق لمشاريع بمسألة معينة، مثلا المشاريع مثلا المضخات هذه زي كده. ما كان في تجربة ثانية حاليا حسب اطلاعي. لكن طيب الجمعيات التعاونية كيف كهب للديستريبيوشن بتاع الحياة دي؟ ممتازة جدا ممتازة جدا. أعتقد لو كان في مثلا مجموعة من خاصة المجمعات السكنية، أعتقد دي ممكن تكون حاجة مفيدة. لو مجمع سكني يكون عنده طبعا قطع أرض في المجمع، قد تكون حديقة وكذا، يقوموا نصها يخلوه بنظام حق طاقة شمسية، وعبر جمعية الملاك كلهم يشتركوا في إنشاء محطة صغيرة تكون تتم استعمال لتغذية الكهرباء في البيلة الموجودة في المجمع، أو قد تستعمل حتى للمرافق العامة حتى المجمع اللي هو أصلاً الملاك بيضطروا يدفعوا جزء من الفاتورة بتاعتها. فدي حاجة أعتقد ممكن تكون ممتازة جداً. لكن بس أفتاين الناس تقدر تشتغل مع بعض وتثق في بعض وتبني نموذج يعني بصورة منهجية، خاصة ما يتعلق بالتعاقد، أن يتم التعاقد بصورة شفافة، ما يكون يعني مثلا لما أنا في رأيي لو عملت جمعية زي دي وأسست عايز تعمل مشروع، أي مشروع يطرح كعطاء عام، ما يتم اختيار مباشر لشركة معينة حتى يتم يكون في شفافية ويكون اختيار الشركة الأفضل. لكن طبعا العمل الجماعي في السودان تحديات الخاصة هذا من شيء غالي. أي نعم. طيب السؤال الثاني اللي باشمهندس صالح مرغني بيقول لك، من أهم الخطوات عشان توسيع إنتاج الطاقة المتجددة هو تعديل التشريعات، هل قدمتم مقترح لتعديل القوانين والتشريعات لتحسين اقتصاديات الطاقة المتجددة discrete generation؟ لكن السؤال هنا ده، هو التشريعات الحالية دي فيها مشكلة ولا الحاصل شنو بالضبط؟ أعتقد السؤال الأهم فعلا يعني التشريعات الحالية فيها مشكلة ولا لا. في بعض التغييرات أنا كنت بتمنى أن أشوف أنها تحصل، بدأت تحصل فعلا، زي التعديل في التعريف حق الكهرباء، لأن ما كانت التعريف صحيحة ولا تعريف مستدامة أصلا، بسبب خسارة كبيرة شديد لشركات الكهرباء أصلا. دي حد تغيير إيجابي. في تشريعات مرتقبة ما صعبة تنفيذها، هي مجرد يعني technical codes أو عبارة عن مستندات فنية بتشرح مثلا شنو الأجهزة أو شنو المكونات المسموح يتم استيرادها من الأنظمة حق الطاقة الشمسية، شنو هي المعايير حق الجودة وهكذا. فدي أيضا يعني هي ما تعتبر تشريعات بقدر ما هي خلينا نقول قوانين خاصة بالشركات الجهة المنظمة لقطاع الطاقة الشمسية. فدي لو تم وضعها وتنفيذ، أهم حاجة عملية الانفورسمنت، عملية التنفيذ ومراقبة التنفيذ، ممكن تساهم في ضبط الجودة. في بعض التشريعات أو قوانين اللي تم إعلان عنها لكن في عملية التطبيق اللي أنا شايفه يعني في لسه ضبابية، زي عملية الإعفاءات الجمركية، الإعفاءات من الجمارك على الأجهزة المستوردة. فسمعنا كلام كثير أنه في إعفاء الألواح الشمسية، في إعفاء لأجهزة الطاقة الشمسية، لكن لما تتكلم مع عموة كبيرة من الشركات تلقى الكلام ده ما صحيح باستمرار، ولسه في كثير من الأجهزة بيتم فرض ضرائب عليها أو جمارك. أنا أعتقد دي من الحالات اللي مفروض يتم مراجعتها أو يتم على إيقافها لفترة معينة، ما يكون في أي جمارك على الأجهزة دي، حيث أنها تقدر تخفض التكلفة اللي حيدفعها العميل. في بعض التشريعات الثانية محتاجة زمن، محتاج اصلا يكون عندنا حكومه ويكون عندنا برلمان، فدي ما اتوقع انها تنفذ، زي يعني قانون اصلا للطاقه المتجدده، زي انه يكون عندنا قوانين واضحه لعمليه ربط انظمه الطاقه الشمسيه بالشبكه، عشان الزول يقدر يبيع الفائض حق الكهرباء اللي عنده للشبكه وياخذ تعويض على الكهرباء دي، اما تعويض مادي او تعويض على شكل رصيد اضافي في الحساب بتاعه او حاجه زي كده. بعض القوانين زي دي يعني ربما الآن يعتبر إجازتها صعبة جدا مع الوضع السياسي الحالي في البلد، لكن هي مهمة جدا. في قوانين تانية مهمة متعلقة، أو ما قوانين قدر ما هي تشريعات وضوابط لعملية التدريب والتأهيل للشركات، الترخيص لشركات المقاولات بمعايير معينة،
غير ايضا ربما ادراج بعض البرامج في مؤسسات التدريب المهني خاصه موجهه للفنيين ممكن تساهم في ضبط الجوده اكثر في السوق يعني. طيب بالحديث عن التشريعات، طبعا لابد من الاشاره للتشريع اللي هو مر في البرلمان قبل سنوات، وهو كان مر عبر لوبينج من البروفيسور سعاد بدري، اللي هي كان دي عباره عن رساله الدكتوراه بتاعتها في الطاقه المتجدده، وتم تمرير القانون. لكن زي ما علق دكتور حسام الدين اسماعيل، هو موجود معنا هنا نحييه في الزوم، انه هي معفيه من الجمارك لكن ملتف عليها يعني هي معفيه مدخلات الطاقه المتجدده، معفيه من الجمارك لكن ملتف عليها باللي هو القيمه المضافه، فممكن تدفع انت قيمه مضافه احسن لك ان تدفع منها جمارك يعني. فالتشريع نظريا موجود لكن ما مفعل عمليا، ودي حاجه والناس محتاجين انها تشتغل فيها لان المصلحه العامه بتطلب من الكلام ده. دكتور حسام اسماعيل برضه بيقول محتاجين تو ابجريد ذا جريد to be smart enough to deal with the residential and industrial solar generation، ويكون both ways، التعريف تكون يعني both way meters، تدخل تطلع مش كده؟ طيب يا اخوانا باقي لنا زي 10 دقائق، لو ما في اي سؤال ثاني ولا كده، لو في سؤال ولا حاجه نسمع منكم، لو عندك تعليق ولا فولو اب يا دكتور محمد على الحاجه اللي مرت لحد داسي ورينا. لا بكين بس كلام دكتور حسام دي مهم جدا جدا، للاسف الشديد انا يعني ما دي من المواضيع اعتقد محتاجه دراسات، محتاجه بحوث، محتاجه يعني وبينارات كثير عمليه تطوير الشبكه، لانه ده من القيود الكبرى وانت عايز تطور مشاريع الطاقه الشمسيه كبيره، اذا ما احلت الشبكه ما تقدر تتحمل كميه كبيره من الكهرباء، عمليه عموما ادخال كميه كبيره من الطاقه الشمسيه في اي شبكه حقت كهرباء بتسبب فيه تحديات بالذات للمشغل حق الشبكه او يعني شركه الاداره في الشركه حقت الكهرباء المعنيه بالتحكم في الشبكه حقت النقل والتوزيع. فلو ما تم تاهيل الشبكه وتطويرها خاصه تطوير الكنترول سنتر الرئيسي دي حاجه يعني حتكون قيد كبير جدا حيمنعنا من انه نقدر يعني نطور مشاريع كبيره. في هنا أنور سؤال من أحمد أبو بكر قال جزاكم الله خير، بالنسبة للطلاب المقبلين على التخرج عايزين يشتغلوا مشاريع من الطاقة الشمسية، من وين يقدروا يتحصلوا على داتا ومرجعيات علمية معتمدة في السودان؟ هل في جهات خاصة بمجال الطاقة الشمسية بتوفر فرص تدريب للطلاب أو بتساعدهم مشاريع التخرج من ناحية إشراف أو دعم؟ طيب بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي من وين يتحصلوا على داتا، دي طبعا الكارثه بتاعت الطاقه الشمسيه في السودان. انا كتبت مقال من 4 سنوات اللي هو اسمه The Data Crisis in السودان فبتعلق بالكهرباء، فدي للاسف الشديد من المشاكل الكبيره. لكن ممكن اقول لك بصوره عامه في داتا لا باس بها موجوده اونلاين، ممكن ترجع للمصادر الاتيه، ممكن ترجع للموقع بتاع الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده ايرينا، فيهم مصادر او داتا يعني نسبيا جيده وابديتد، ممكن ترجع للموقع بتاع الوكاله الدوليه للطاقه International Energy Agency، ممكن ترجع لموقع البنك الدولي World Bank، كلها فيها بعض التقارير الحديثه اللي هي معلومات جيده جدا مهمه جدا عن الطاقه الشمسيه في السودان. ممكن ترجع طبعا الموقع بتاع كينجي في الرافق، في برضه معلومات كثيره، مرات بنجمع معلومات من سيرفيز وكذا وبنعرضها في الويب سايت. دي تقريبا اعتقد المصادر اللي ممكن تكون مفيده لك. غير كده انت ممكن ترجع شيرت هنا ده الويب سايت بتاع كلين انرجي فور افريكا في الادوكيشن ريسورسز، هنا ده اعتقد في سؤال ثاني له علاقه برضه بالهاير ادوكيشن والكلام ده، انتوا كان وريتوا كل الكورسات اللي بتطرح اونلاين ولا اوفلاين بما فيها المنح الدراسيه مجال الطاقه الى اخره الى اخره مش كده؟ يس بالضبط، لما تمشي على حته فيها اونلاين كورسز خدينا قريب الكم 20 كورس في منصات كلها كورسات مجانيه، دي كان المعيار الرئيسي. وفدي يزوم كزوي رجع عليها في أي وقت. أيضا في الجزئية بتاعت لو طلعت فوق يا أنور الجزئية بتاعت الـ higher education، مش higher education the starting university degree، أيوه هنا خدتينا برضو زي database فيها أعتقد قريب كم 40 جامعة حول العالم بتوفر برامج بكالوريوس متخصصة في الطاقة المتجددة.
كل جامعه ختين اللوجو بتاعه، واذا ضغطت على اللوجو تلقائيه حتوديك الموقع بتاع البرنامج حق الجامعه ده. دي حاجه من الامور المهمه صراحه، الحمد لله بقت في جامعات كثيره حول العالم بتوفر الطاقه المتجدده كتخصص بدءا من مرحله البكالوريوس. دي حاجه اذا بيطلع سبيشلايز متخصص، لانه احنا العصر اللي بيجيني فيه حاليا بقى عصر بتاع التخصصيه او المالتي ديس او تعدد التخصصات عفوا. وقبل ما انت طلعت عندك مليون بعده مجالات متعلقه بتقدر يعني اعتقد تكون تعزز فرصك انك تلقى وظيفه جيده في المجال ده. دكتور سامي صالح بيقول لك انه السؤال ممكن تقرا، انت ممكن تقرا السؤال. ايوه انا بس كنت عايز اتم الاجابه ل لاحمد، لانه لا مشكله، لان عمليه الدادي مهمه شديد. فيا احمد غير المراجع اللي انا ذكرتها ايضا، انتوا كطلاب في ممكن ترجعوا دائما للمراجع الاصليه حقت المعلومات. مثلا انت لو عايز معلومات عن قطاع الكهرباء في السودان او عن توجهات الحكومه فيما يتعلق بالسياسات، من هو المرجع الرئيسي اللي ممكن تجي له؟ وزاره الطاقه تمشي له طوال تتكلم معاه، تمشي اداره عام الطاقه من جد. لو عايز اعمل انترفيو مع زول من الإدارة عايز أسأله أسئلة 1 2 3 4 5، أرجع المراجع الأصلية. وهنا المعلومات هتلاقيها المراجع الأصلية دي ذات قيمة أكبر بكثير من أي يعني مقال عام ممكن تلقاه في النت. بالنسبة للمراجع العلمية المعتمدة في السودان هي اللي ذكرت عليك التقارير حقت المؤسسات دي، غير أنه في بعض البحوث الأكاديمية اللي نشرت عن الطاقة الجديدة في السودان وإن كانت هي يعني قليلة للأسف. هل في جهات خاصة بالتدريب في الطاقة الشمسية؟ في عندك مركز أبحاث الطاقة التابع لمعهد الخرطوم، مركز قومي لأبحاث الطاقة، وفي كثير من الشركات الخاصة أيضا بتوفر برامج تدريب. بالنسبة لمساعدة الطلاب في مشاريع التخرج، يعني أنا ما أعرف صراحة المساعدة في مشاريع التخرج طب يعني هي مسؤولية المشرف حق الطالب. فأنا ما أعرف ليه يعني في بعض المشرفين ما بيساعدوا طلابهم بحيث أن الطالب يعني عنده مشرف في الجامعة، لكن بعد ده كله بيضطر انه يمشي يفتش زول عشان يساعده. ف يعني صراحة حاجة مؤسفة، بس عموما اذا انت يعني المشرف ما كان بيساعدك او كده، حاول تمشي للمنصات المنتديات الكبيرة زي مثلا الباحثين السودانيين، واسأل السؤال ده: يا جماعة انا محتاج زول يساعدني في يشرف علي في المشروع الفلاني، مشروعي عن الموضوع الفلاني، الفترة الزمنية حقت من كده لكده، محتاج زول يرشدني في 1 2 3 4 5. خليك very specific وإن شاء الله بتلقى ناس. أنا أيضاً جاهز إن شاء الله ممكن أساعد وأعمل إشراف عام. ممكن ترسل لي إيميل، حتى بإيميلي هنا في الزوم، إذا لو محتاج أي استشارة حاول قدر الإمكان أنه أدعم وأشارك. لكن عملية الإشراف على مشروع يعني هي عملية كبيرة، يعني بتمنى والله أنه الأساتذة في الجامعات يعني يركز مع الطلاب أكثر، ودي حاجة مهمة شديد. طيب دكتور سامي يقول له شكرا على العرض، اللي هو سؤال على الاجهزه مميزاتها وعيوبها لو حيشتغل بمنظومه شخص الطاقه الشمسيه، اللي هو الدايركت كرنت مقارنه بالالترناتيف كرنت. شوف الاجهزه بتشتغل بالتيار المباشر، الدايركت كرنت ما كثيره شديد، انت مقيد بخيارات محدوده. لكن طبعا لو لقيت بعض الاجهزه زي دي بيكون الميزه انك انت بتستغني عن مكون واحد في النظام اللي هو الانفرتر، فدي بتقلل لك التكلفه. لكن بصوره عامه الخيارات ما كثير شديد، فلذلك انا اعتقد انه الاعتماد على التيار الترددي والاي سي هو الحاجه الشائعه. ولو شفت هتلاحظ انه تطورات كثيره شديد قاعد تحصل في التقنيات حقت الانفرترز، فما اتصور انه يكون في تحول كبير نحو الاجهزه حقت التيار المباشر، الا ربما في الانظمه الصغيره جدا اللي هو السولار كيتس اللي هو لوحه شمسيه صغيره مع راديو وحاجه زي كده. زي دي طبعا حتلقاها دائما التيار المباشر لانه حيوفر اكثر في سعر النظام. طيب في زبير رافع يده، عمل لك اميوت، رجع اعمل اميوت لنفسك، تفضل عرف لنفسك وقول المداخله. السلام عليكم مهندس سليمان الزبير، طاقة، وشكرا على العرض وشكرا على المجهود اللي اتعمل في الجايد، وشكرا يا دكتور أنور إنه الحاجة دي ضمن الأويرنس اللي محتاج إليه والناس كلها في السودان. يعني عندي مداخلة بسيطة باعتبار إنه أنا شغال في المجال. لما النقطة بتاعت الجودة نقطة مهمة،
الجودة طبعا جودة معدات وجودة تصميم يعني أو عمل هندسي يعني. حسب وجهة نظري المشكلة في السودان مشكلة بتاعت جودة تصميم يعني، يعني engineering work يعني، يعني ما في معدة بتجي فيها مشكلة سيلف يعني، لكن يعني البور ديزاين بيخلي المشاكل تظهر، خصوصا إنه السودان عسي في جزء كبير من الماركت ماشي للريزيدنشال ابلكيشن يعني، ودي حتة بترجعنا للحتة بتاعت إنه السودان أصلا بلد ما فيه بيلدينج كود، والريزيدنشال ماركت كله قايم يعني ما فيه ريجوليشن يعني، يعني حتى شغل الكهرباء في البلد كله ما فيه ريجوليشن، فدي بتخلي الحاجات دي تظهر إنه فيها مشاكل، وفي ناس كتار يعني يعني اتلسعوا من موضوع السولار سيستم في الريزيدنشال، وبيقوا ما عارفين هل هو المشكلة في المعدة ولا المشكلة في البيت ولا المشكلة في التصميم، فدي حتة مفروض الأويرنس يكون من الشركات الشغالة في المجال نفسه يعني، يعني يعني ما يكون التارجتينج هو البومينج الحاصل ده بدون ما يكون في أويرنس يعني، في بعض الكاستمرز ما بكون أصلا يعني مناسب له نظام بتاع سولار سيستم يعني. في حتة تانية بتاعت المسائل التكنيكال دي، مسألة السايزينج ذاتها دايرة 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 لسه توعية كثيرة بالإكويبمنت بتاعت السولار والحاجات اللي بتكون فيها يعني، يعني مثلا التمبريتشر بتاعت السودان والكوفيشنت بتاعت التمبريتشر والحاجات اللي بتحصل في السايزينج دي فيها باك اند فورس كتير بين الـ بين الـ بين الانستولر وبين الاند يوزر، وفيها كاب كبير يعني بتاع معلومات. الحته بتاعت التشريعات دي حته مهمه بالذات الاون جريد، لانه زي ما اتكلمت انتوا تفضلتوا النت ميترينج ولا البوس واي ميترينج دي مهمه جدا، لانه حاليا السوق ده لو هو اتحرك يعني توتالي هو يعني has been driven by oil price يعني، يعني الحاصل ده كله سببه أسعار الجاز، ما سببه إنه الناس دار تمشي green يعني، يعني to be honest يعني الحاجة دي لو ما أنا قادر الانفستمنت ده، يا إما يكون في incentives من الحكومة بأي سيناريو، يا إما يكون في payback يعني، أنا في النهاية ما هربط لي سيستم وأتحمل الانفستمنت العالي ده، وما هقدر أنا في الأوف بيك بتاعتي انه يدخل لي حاجه يعني، وده المودلز اللي بتخلي الناس في الريزيدنشال انها تو انفست يعني، اذروايز انه اللي عنده بيعمل والما عنده ما حيقدر يعني، لكن لما يكون في انسنتيفز والما عنده برضه ممكن يبحث عن حلول يعني، لانه ده استثمار في النهايه. ف القصه بتاعت انه لازم تحصل دعم باي سيناريو حتى لو من الفاينانشال انستتيوشن يعني، بالإضافة لأنه الحكومة المفروض تتحرك في قصة الأون جريد دي يعني، لأنه ما حينفع كده، ما حينفع الناس في السودان بالظرف الحالي تو انفست 3 و4 ألف دولار عشان تخدها في رأس البيت عشان الكهرباء بتقطع يعني، وستيل أنت التعريفة بعيدة جدا للباي باك يعني، باي باك ممكن يصل لخمسة ست سنين يعني. فشكرا على العموم شكرا جزيلا. طيب الكلام عن الجانب الاقتصادي او اقتصاديات الطاقه وكده، معانا هنا في الهناية الخبير الاستراتيجي والاقتصادي الدكتور حسام الدين اسماعيلي، وهو يعني استراتيجيست بتاع واحده من اكبر الشركات في السودان. دكتور حسام كتب مداخلات كثيره في الشات، فقلت له يا اخي لو في امكانيه تعمل مداخله، لانه الكلام ده صعب جدا تو بي فولود اب لو ما هنا. تفضل دكتور حسام، مرحب بك. طيب شكرا لكم، مساء الخير عليكم جميعا، شكرا للدكتور انور والدكتور محمد. الكلام عن السولار دائما ممتع وجميل. انا هحاول انور الحضور بمعلومات قد تكونوا هم عارفينها ومتابعينها، لكن بالمرة في الظرف بتاع السنه ونص الاخير اللي حصل شنو في مجال السولار انرجي في السودان. باشمهندس خيري لما تسنم وزاره الطاقه عمل اختراقات في الموضوع بتاع السولار ده، واعتقد انه من احسن القرارات إذا كان هناك قرارات حسن عملت الحكومة الانتقالية، هي رفع الجمارك عن وحدات الطاقة الشمسية ولو نظريا. ده كان مفترض، ده في جانب بتاع اقتصاديات الطاقة. الجزء الثاني من كلامي هتكلم عن التكنيكاليتيز والديزاين بتاع السيستمز نفسها، الإشكالات اللي بتقابلها. تم رفع الجمارك، لكن رفع الجمارك نفسه كان خطوة من خطوات
ما تليت بالتشريعات. احنا ضغطنا كمهنيين شغالين في مجال اقتصاديات الطاقة على انه طوالي الهان شيك ما بين وزارة الطاقة ووزارة المالية والشركة السودانية للتوليد او للتوزيع احصل فيه اختراقات سريعة. البيروقراطية السودانية الافريقية معروفة، وانا اعتقد في كفاءات ممتازة جدا في السودان من المهندسين وصلوا الموضوع ده لنهاياته. انت عشان تعمل تعريفة وبوث واي ميترز تركيبها في البيت في الريزيدنشال سيكتور، اللي هو احنا ما مستهدفينه كثير، احنا مستهدفين القطاع الاستثماري الزراعي التعدين الصناعي، وحتى طبعا ما مستهدفين جنريشنز يعني توليد كبير يحصل 2-3 جيجا زي ما بيحصل مثلا في مصر. لو بقينا في 100 ميجا وات بس يكون ما بطل. عشان تحصل البوث واي ميترز دي لازم الشبكه تكون ذكيه، والشبكه اصلا بتعاني من 40% لوسز مستديمه عظيم من السبعينات، او تفاقمت كيرفا طلع من السبعينات. فيعني لو ما حصل الابجريد الفني ده انت ما بتقدر تركب بوث واي ميترز، وبالتالي ما حتقدر تعمل سولار جينيريشن من القطاع الاستثماري، سواء كان مزارع كبيره 500-600 فدان او مناطق صناعيه صغيره مثلا زي الباغير او مناطق اوف جريد زي ما بيحصل مثلا في شمال دارفور او كده، او حتى بابليك يوتيليتيز مثلا زي مستشفيات او مجمعات او غيره. بقى عندنا الاشكال بتاع انك انت تعمل هاو تو ديفلوب او تو ابجريد الجريد انها تكون سمارت. طبعا دي قروش وده الدعم، وجه دعم عظيم من البنك التنمية الافريقي وكده، وكل المسائل السياسية المرتبطة بالقرارات تحت الدعم دي الناس بتكون متابعها. ثم جاء الانقلاب. الفترة ما بين استغالة خيري لحد الانقلاب حصل فيها تكاسل، وكنا مستنين يعني التنفيذيين يعني يعملوا بريك ثرو في الحاجة دي، واجتهدنا احنا كمهنيين شغالين في المجال الاقتصادي الطاقة نلم الناس المهتمين من الغرفة الصناعية على الغرفة التجارية على غرفة المزارعين على الناس اللي ممكن يستفيدوا من الـ من الـ من الكيلووات. سعره في النهاية تقدر تطلع كيلووات وميجاوات رخيص، ما قدرنا. فيعني إذا دارين نبدأ تريزيوم بعد الأوضاع السياسية تستقر، نفترض نبدأ من الهاند شيك ده. ودكتور محمد ودكتور أنوار باشمهندس صالح، طبعا معنا باشمهندس صالح الذين لا يعرفونه واحد من أشطر الناس في المجال بتاع الانرجي في السودان، نكون البريشر جروبس. وبأمانة بتكلم بصراحة احنا محتاجين تو فورم بريشر جروبس. ليه؟ لأنك انت عشان تكوميرشالايز المفهوم ده محتاج انك تكون تظهر في الساحة بتاع صناعة القرار. البريشر جروبس في النهاية هي دار تصل لشنو؟ دار تصل إلى انه الكيلووات المارج من السولار انرجي يساوي الانترناشنال برايسز اللي هو 2.3 مثلا سنت للكيلووات، 2.3 سنت للكيلووات. ده طبعا لو قدرنا نعمله نحن بنكون او نعمل التشريعات اللي ممكن تسوقنا في اقل من سنه ونص انه نصل للكوست دي يكون ما بطل. طبعا احنا محظوظين بانسوليشن اورز عاليه ببوتنشال كبير، كل الحاجات دي الناس كلها عارفه. السودان ممكن يعني الناس تتشطف بالكهرباء بتاعت السولار انستيت من الموضوعات الحاصله، دي حاجه معروفه. ده فيما يتعلق بالجانب بتاع البوليسي والجوفرنس والاقتصاديات. الجانب ذكره باشمهندس الدكتور محمد مهم جدا. طبعا السي في بوم بتاع سولار في السوق وتارجتنج الريزيدنشال، وطبعا السودانيين حريفين جدا في تحوير الحاجه الى حاجات ثانيه. السي الانفرترات دي الان بدل ما هي تكون جاره من السولار جاره من الكوبس بتاع كهرباء الاداره زي ما احنا نسميها زمان، واتلغت الالواح بتاعت السولار بالجنبه، وبقت الهايبريد انفرترز الذكيه دي اللي تجمع ما بين شارجر على انفرتر على كده شغاله بتسحب من الشبكه وفاقمت المشاكل بتاعت الشبكه اللي اصلا بتعاني من لوسس. وكلنا بنكون سامعين الايامات الاخيره دي الكلام اتكلم فيه بروفيسور شريف بروفيسور عبد الرحمن كرار، هل في مشكله في العدادات، هل في مشكله في الفولتج، هل القصه مشت للامبير، الكلام الكثير ده. الاشكالات بتاعت لوسس في الشبكه حقيقيه متراكمه مش من زمن الكيزان بس، من زمن نيميري هي فيها اشكالات وكده. فلما تجي انفرترات تزيد الطين بله، بدل ما احنا نجور من السولار نجور نخلي الانفرتر ببطاريته بسيستم وكله جاري لنا من القبص بتاع الكهرباء، بتبقى اشكالات. دي مشكله بتاعت ريجوليشن برضه. الكواليتي بتلعب دور، تكلم عنها الدكتور، في مشاكل بتاعت كواليتي في شركات. طبعا احنا بالسودان
يعني سوق خصب للمنتجات الصينية. المنتجات الصينية طبعا كلاسيس في جريد 1 اللي بيمشي أمريكا وأوروبا، وفي جريد 700 اللي هو بيجينا إحنا في السودان بيخرب لك القروش بتاعتك وبخليك. في إشكالات بتاع الديزاين تكلم عنها أحد الباشمهندسين، ده كلام حقيقي، ما في أي ريجوليشن، ما في أي كود، ما في أي حاجة. طبعا الصون الحاجة سهلة، يعني أنت لو خشيت دورة، حتى لو أنت صون ما مهندس ولا تكنيشن، ممكن تخش لك دوره بتاعه صوره بتاعه 45 يوم، بكره تبقى زول حريف جدا بيتركب سيستم بتاع بومبس في غرب درمان لطرمبه 45 حصان وكل الامور تزبط، لكن بتحصل الاشكالات مع الاوبريشن اذا كان التحسيبات ما كانت ظابطه. انا اتفق مع الدكتور انه لابد يحصل لايسنسنج، كمان في نفس الوقت ما يكون اللايسنسنج ده متحجم لاكل العيش، يعني اتس لايف ليود، الناس بدات تاكل وتشرب من الموضوع بتاع السولر ده، حاجة ما بطالة. إحنا ممكن بدل اللايسنسنج دي نعمل حاجة في النص، نعمل كورسات تنويرية تعريفية من غير ما يكون في شهادات يحصل من بعدها من وراها فساد ويطلعوا لك إنت شهادة من السيستم أنك بتدفع قروش إنت بتعرف أي حاجة في السولر، زي ما بيحصل في الرخصة والرقم الوطني ومش عارف شنو. لكن يحصل تنوير إنه العمالة الشغالة في السوق بتاع السولر ديسيمينيشن ده تكون مؤهلة، وبهناك برضو يعني مؤهلة تحسب الحمولات كويس، تعمل الريز كويس، تعمل الديزاينات بصورة محترمة، ونساعدهم كمان بالبريشر جروبس اللي تكلمت عنها دي، انه نركز على الكواليتي، ما تجينا يعني يلو سيلز خاش علينا، انفرترات جريد محترم، كيبولات جريد محترم، باتريز كويسة، ما نخلي الباتريز بتاعت العربات تشتغل في المنظومات بتاعت السولر، تفاصيل زي دي. لا البدر قاعد تشتغل لسي بتاعت العربات بتشتغل، الشباب حرفة جدا بيعملوا لك زي السلام عليكم، ما في إشكالات، زي الكوبري بتاع السلك بتاع الكهرباء، يعني في حلول، في حلول يعني، يعني ما كل طبعا البتريز هي مفترض تشتغل، لكن مفترض البتريز بتاعت السولر الحاجة دي بعرفها المهندسين تكون هي حقة سولر فعلا. يلا لو اشتغلنا في الجانب بتاع الريجوليشنز والجانب الاقتصادي والحوكمي ان بارلل مع الجانب بتاعت التكنيكال كواليفيكيشنز، اعتقد احنا بنشتغل على يعني على نشر ثقافه السولر بصوره محترمه في السوق السوداني. اقدر اختم به انه ريزيدنشال، الان الريزيدنشال سيكتور زي ما قال الدكتور هو فعلا هو الوحيد اللي قاعد يستفيد او مركز على الجانب بتاع الكهرباء الشمسيه. طبعا الريزيدنشال ما حقيزه، فير اكسبنسيف، غالي بي يعني انت بتبدا الكيلوات بتاعك بيكون ب 500 جنيه اللي هي تقريبا دولار، وكيلوات دولار بالنسبه للمثل الكهرباء في امريكا اعتقد انه معقول، لكن دولار دي ما بيقدر يزول عليه. يعني انت لما تتكلم 1 كيلوات 1 دولار في امريكا، في السعوديه، ايفن في مصر، بعتقد ميك سنس، يعني ممكن تكون يعني مع البوث واي ميترز، مع الانسنتيفز اللي بتجيك من الحكومه، مع التاكسيشن بيريحوك فيه، وفي تفاصيل مع البي باك اللي هو 20 سنه، اعتقد هناك ممكن يكون تشجيع. لكن هنا في السودان كيلوات للدولار غالي، سيما انك انت مثلا هسه الفلات كيلوات اللي بتدفع بعد ال 700 كيلوات الاولى بيها معك ب 50 45 جنيه اللي هي 10 سنت 10 دولار او 10 سنت 10 سنت 10 سنت لما تقارنها بدولار كثيرة، 10 مرات قدر التكلفة، يعني معناها شو؟ بس أنا أركز وأصبر على كهرباء الحكومة دي وأمشي أجيب لي جنريتر وكذا. لكن لما نسوق المفهوم ده وديه للزراعة، المزارع في غرب الدرمان، أو وديه للباقير، للمناطق الصناعية، أعتقد ممكن تكون شنو الحاجة دي أبزوربل. يعني إحنا محتاجين تفوكس على إنه شغلنا ده يمشي للاستثمار، والاستثمار طبعا لما يتوجه للتصدير في مراحل متقدمة، او لما كمان الحكومه تجي تشيل الضرائب بتاعت الارباح بتاعتها في اذا كان في تاكسيشن سيستم ماتيور انف، اعتقد انا بعمل نقله اقتصاديه كبيره بسبب الانرجي. والحقيقه طبعا معروفه للجميع المهتمين بالشان انه احنا دارين سولر لشو؟ دارين سولر عشان نصلح الاقتصاد، ودارين فعلا سولر عشان نزيد فعلا من رفاه المواطن. لكن اصل المواطن بيقدر يتعامل مع السولر ده، انا بقدر اقول لك انه اقل من 10% في الخرطوم، شارعين ثلاثة احنا اشتغلنا فيهم مشاريع كده قبال كده، ده الناس اللي بيقدروا يتحملوا التكلفة بتاعت السولر دي، او حتى الناس اللي ساكنين في السكيرتس بتاعت الخرطوم يكونوا مغتربين ولا بيزنس مان جايين مهاجرين من الاقاليم، ناس شوية، وده ما بيعملوا نقلة في الاقتصاد. انت ممكن تصلح من الكواليتي بتاعت الحياة بتاعتك، ما تقطع الكهرباء زي جارك مثلا 12 ساعة 9 ساعات، يكون عندك لمبتين، مكيف موية، حاجة زي دي، لكن احنا دايرين تو بوش السولر دي تو بي انها جزء
يعني يظهر لنا في الناتج القومي الإجمالي، ونقدر نحن بعد كده عبر البريشر جروس فيها نقدر تريجوليت، نساعد الحكومة إن إذا ما نضغط الحكومة نساعد الحكومة إنه الثقافة بتاعت الصورة دي تكون زي ما حصل في مصر في نيجيريا في رواندا في غيره. شكرا لكم على هذه الفرصة. شكرا جزيلا دكتور حسام اسماعيل، يعني صراحة اقتراحات ممتازة لحد ما باشمهندس خالد هاجو قال لك يا ريت تكون في جهة البنا واقتراحات دكتور حسام. طيب يا دكتور محمد الحاج، انتوا في كلين انرجي فور افريكا هل عندكم ايكونومست شغال معاكم كونسلتنت ولا حاجة، ولا كلكم مهندسين بس؟ انت عارف الصراحة اول حاجة اشكر دكتور حسام صراحة، يعني نقاط مهمة جدا ذكرها خاصة الجانب بتاع الانتاجية، حتى يعني مجال في علوم الطاقة الجديدة بيسموه productive use of energy، تركز عليه كثير من الشركات وكثير من المنظمات الدولية اللي بتدعم المشاريع، اعتقد دي حاجة المفروض فعلا يتم التركيز عليها. بالنسبة لنا احنا يس معانا عندنا ايكونومست، لكن يعني عادة الناس المتخصصين زي ذا بيشتغل معانا لما يكون في مشروع معين. اوكي شكرا. ناخذ اخر مداخله من زينب محجوب. زينب نعمل لك ام ميوت، رجاء تعمل ام ميوت لنفسك، تعرفي نفسك وتخشي في الموضوع. الصوت بعيد شويه يا ريت، بس لو عليت الصوت. السلام الصوت بس شويه كده بعيد وبعيد. الصوت بعيد وفيه شويه زي نويز كده. والله ما عارفه كده كويس كده. انا زينب محمد الاداره العامه للطاقه الجديده وزاره الكهرباء، والحقيقه حسيت قبل 5 دقائق يعني الرابط دوما وبس شفته وما عرفت الموضوع شو كيف تتكلم عن الدولار والدولار وايش كان داخل على التشريعات. بس انا طمنت انه في لانسنا بيصدد او في لائحة اكتملت روفتوب للريزيدنشال، يعني خاصة حتى للإندستريال والسكتر اللائحة الآن قيد الإجازة وضعته في اجتماع الاثنين البديل عشان إجازة اللائحة. يا جماعة سامعيني؟ أي مسموع، سمعنا إنه في لائحة قيد الإجازة، دي حاجة كويسة. فعليك الله يا زينب قبل ما تمشي خدت لنا ايميلك وتليفونك، ارسلهم لي في الخاص هنا بس ايميلي وتليفوني عند الدكتور محمد الحاج يتواصلنا موجودين عندنا. ايوه موجودين عندنا، لانه واحده من الحاجات اللي عندنا فيها مشكله كبيره انه خلينا نتم باقي البشريات اذكر لي اتفضل. داير اقول انه كان قانون الكهرباء 2021 لسه كان ما اجيز، والان انا عرفت انه اجيز قبل يومين، فالقانون ذاته فيه جزء بيخدم الطاقة المجددة، يعني فيه زي باراجراف كده انه الطاقة المجددة انه زمان ما كان في الكلود، كان شغالين بقانون الكهرباء 2001 حتي قبل اسبوع فقط اسبوع في قانون الكهرباء 2021، دي برضو حاجة مبشرة. الإدارة العامة بصددين انها تشتغل في موضوع روف توب للريزيدنشال كحاجة كريتيكال، يعني في الوضع الحالي وضع الكهرباء القاطع الايام دي والوضع السيء، وفي يعني بأفيلابيليتي من ناس التوزيع والناس داخل الكهرباء وير بالمشكلة وشغالين فيها يعني. يعني بس أنا بس حتة الشريعات دي اللي أنا سمعتها وقمت طوال قلت أرد على لا ممتاز جدا كتر خيرك، شكرا جزيلا على البشريات. فأنا بتذكر كان من البيست براكتسز شفناه قبل كده في الباحثين السودانيين إنه لما وزارة العدل كان طرحت مشروع قانون، يعني ما قانون ما نحن يجي ننتقده بعد ما حصل، طرحت مشروع القانون للتداول بين الباحثين والناس تديهم انبوت، فكان مفوضية مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية والسلام ديل عملنا له هنا جلسات مخصوصة للباحثين السودانيين، وكل الستيك هولدرز الناس اللي عندهم انترست جو ناقشوها وكتبنا الكلام ده كتابة رسلنا لهم يا اخوانا المفروض يحصل كده 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 وفقا لكلام الباحثين السودانيين، وفي حاجات تم فعلا الادوبشن بتاع يعني تم تبنيها. فبس الكلام وين الكلام في انه لاحق قبل ما تطلع، قبل ما تطلع خلاص للناس لو في امكانيه تدوا الناس فرصه انه يطلعوا عليها، يعني ناس يكون مختصين منهم مثلا دكتور حسام ده منهم دكتور احمد الحاج غيرهم، قبل ما تطلع ويكون فيها حاجه بعد ذاك محتاجه ثاني لجان وبتاع عشان تتصلح. خلاص تمام نطرح الموضوع لسيد الإدارة العامة، وإذا وافق نحن عندنا الإيميل بتاع دكتور محمد وبعدها بيتشير يعني. خلاص كلام جميل. لسيد المدير
ممتاز. احنا في النهايه هدفنا انه شنو؟ تصنع احسن لوائح في تساعد المواطن وتساعد الناس الثانيه. شكرا لك كثير يا استاذه. الله يكرمك. كثر خيرك. طيب دكتور محمد عندك اي حاجه دار تختم بها؟ لا بس شكرا جزيلا على الاستضافه، شكرا على المداخلات الرائعه خاصه الدكتور حسام. في نهايه الجلسه اتمنى انه انا استفدت منها، اتمنى ان الناس تطلع على الدليل وفي اي مقترحات ممكن احنا عايزين نشتغل عليها، سواء في تعديل الدليل ده خاصه للنسخ القادمه او مواضيع اكثر يعني شايفين محتاجين ان نركز عليها. يا ريت الناس تتواصل معنا عبر الفيسبوك او عبر الايميل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد، ونشكركم جزيلا في كلين انرجي فور افريكا على الجهود بتاعتكم في اخراج الدليل، واتمنى لكم التوفيق، ونشكر كل الاخوه والاخوات ساهموا عبر الزوم هنا والناس اللي كانوا متابعين وكتبوا كذلك في مجموعه الباحثين السودانيين. لحد ما نشوفكم ان شاء الله في ويبينار قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.